تفضلي تفضلي بسم الله الرحمن تفضلي يا سيستر الرحيم. ايمان، سجل دلوقتي تفضلي. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الأخوة الأشقاء، أهلا ومرحبا بكم في الندوة الافتراضية الدولية لجامعة سليمان الدولية. أهلا ومرحبا. الصوت يا دكتورة، الصوت دكتورة نسرين، الصوت. أهلا ومرحبا بكم جميعا. وعليكم السلام. أستاذ الكرام، أود أولا أن أعرفكم جامعة سليمان الدولية. هي جامعة بحثية مستقلة للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والعلمية والتطبيقية في مختلف التخصصات عبر الإنترنت، مسجلة في المملكة المتحدة ومدرجة في دليلها الدولي ومعتمدة من خدمة الاعتماد للمدارس والكليات الدولية والجامعات. للشخصية القانونية لجامعة سليمان الدولية انطلقت من واقع حاجة الطلبة الراغبين بالدراسة باللغة العربية إلى وجود جامعة دولية تعتمد اللغة العربية كلغة أساسية فيها، ويتحقق الاعتماد الأكاديمي واعتمادية الجودة العالمية تتوافق مع متطلبات الحضارة والتطوير العلمي والتعليمي والتقني. وهي شخصية اعتبارية مستقلة وذات مركز قانوني مستقل. إنها يا سادة جامعة سليمان الدولية. نتحدث اليوم عن التمكين الاقتصادي للمرأة. وكونك امرأة فعليك أن تعلمي أنك نصف المجتمع، والحياة ومن تصنع النصف الآخر. فلو عرف كل رجل مكانة المرأة لتنافس في رعايتها، فلو لم تكن المرأة شيء عظيم جدا لما جعلها الله حرية يكافئ بها المؤمن في الجنة، وكما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا وقال استوصوا بالنساء خيرا. والآن في الفعاليات الأولى لمؤتمرنا نبدأ بكلمة السيد الأستاذ الدكتور مصعب الجمل رئيس جامعة سليمان الدولية. الكلمة كانت معكم، تفضل سيادتك دكتور مصعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. طبعا نحن سعداء بوجودكم أيها السادة الأفاضل، ونحن في هذا اللقاء يعني نكون اللقاء الأول للعام الحالي 2022، فكانت البداية معكم أيها السادة في هذا البرنامج الخاص بتمكين المرأة في المجتمعات، ولا سيما مجتمعات العالم الثالث كما يسمى. وإن البحث عن موضوع المرأة أو البحث في موضوع تمكين المرأة من النواحي السياسية هو بحث هام جدا، لا سيما أن التاريخ يشهد منذ بدء الخليقة أن للمرأة دور كبير منذ البدء. نعم، لقد كانت هناك الملكات والأباطرة وكلهم من النساء وشخصيات هامة عبر التاريخ، وهذا واضح. فكليوباترا هي امرأة، زينوبيا هي امرأة، وقس على ذلك. فنحن الآن في القرن الحادي والعشرين عندما نرى بعض المظاهر حول موضوع المرأة أو الابتعاد عن الثقافة والتعليم أو عن بعض أنواع الاضطهادات التي يمكن أن نجدها، لا شك إن هذا الموضوع لمحزن
لأن التاريخ منذ البدء أثبت أن للمرأة دور كبير، فكيف نقول بأننا نحن الآن في عصر الحضارة وبدأت الحضارة، أو قبل أن تبدأ الحضارة إذا أراد أن يسميها البعض، كان للمرأة الدور الكبير والفاعل. أيها السادة، هذا الموضوع لأهميته الكبرى ارتأت عمادة كلية العلوم السياسية أن يتم بحثه، فتم عرض الموضوع وتمت الموافقة من مجلس الجامعة لأن نكون في بداية العام 2022 نتحدث حول موضوع تمكين المرأة. لذلك اجتمع الباحثون ليدلوا بدلوهم في هذا المجال، والباحثون الأكاديميون لا شك هم الذين ينظرون الأمور من جميع النواحي، وإن شاء الله الجميع سيأخذ بما يقره الأكاديميون. لذلك نحن نتمنى التوفيق في فعاليات هذا الملتقى، ونترك الموضوع لنستمع ونتابع ما سيتم إجراؤه في هذا الملتقى. أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكلمة الأستاذ الدكتور مصعب الجمل رئيس جامعة سليمان الدولية، وفقكم الله. والآن مع كلمة السيد الأستاذ المساعد الدكتور هاني جرجس عميد كلية العلوم السياسية جامعة سليمان الدولية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باتت قضية النهوض بالمرأة وتطوير وضعها إلى مستوى المكانة التي تستحقها باعتبارها عنصراً فاعلاً وشريكاً في التنمية وتقدم المجتمع، واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي لا تزال تشغل بال المفكرين والحكومات والمؤسسات والهيئات الدولية. لقد تطورت وتبدلت قضايا المرأة وكذلك مفهوم وضعها وأبعاد دورها في كل مرحلة من مراحل تطور الحركة النسائية وفي كل حقبة من حقب التنمية المجتمعية، لتتخذ شكلاً ومضموناً وأبعاداً تنسجم مع تلك المراحل والحقب المتباينة. وفي الوقت ذاته اختلفت قضايا المرأة ودعواها في المرحلة أو الحقبة الزمنية الواحدة من مجتمع إلى آخر، نظراً للتباين الثقافي والحضاري ومستوى التنمية. تواجه المرأة العربية في الألفية الثالثة العديد من التحديات العالمية والإقليمية والمحلية التي تستلزم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها مساندة المرأة. فعلى المستوى العالمي هناك ظاهرة العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات التي أدت إلى تغيير مفهوم السيادة والمواطنة، وأصبحت تتطلب درجة عالية من المشاركة والقدرة على إدارة المعرفة والأخذ بأساليب التفكير الابتكاري للوصول إلى أفضل القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من الفرص التي تخلفها هذه المتغيرات والتقليل من أثارها السلبية. وعلى المستوى الإقليمي هناك قضايا الحرب والسلم والتنمية والديمقراطية، وهي تحديات تواجه الأمة العربية بصفة عامة، وإن كان تأثيرها في المرأة أكثر وضوحاً. أما على المستوى المحلي فهناك تأثير العديد من القوانين العامة والسياسات المتعلقة بالخصخصة والعمالة والأحوال الشخصية وغيرها.
هذه التحديات تتطلب ضرورة تمكين المرأة ودعم مشاركتها في العملية التنموية، وعلى الأخص الجانب السياسي منها فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار وتعزيز وصولها إلى مناصب السلطة وصنع القرار. لا يمكن للكلمات التعبير عن مقدار المحبة والسعادة التي تعم الأرجاء لوجود هذا الحشد العظيم. أهلا ومرحبا بكم في الندوة الدولية الأولى التي تعقدها كلية العلوم السياسية في جامعة سليمان الدولية افتراضيا، بالاشتراك مع منصة الباحثين والأكاديميين إيفاد والمركز الأكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي بماليزيا، والتي من خلالها سنناقش واحدة من أبرز الموضوعات البالغة الأهمية، ألا وهي قضية التمكين السياسي للمرأة في مجتمعات العالم الثالث. ونتمنى أن تعم الفائدة والنفع. أهلا بكل من أراد أن يشاركنا هذا الحدث المهم، سنود أن تعم كل الفائدة على الحاضرين، ونود أيضا مشاركتكم النتائج التي توصلنا إليها من خلال العديد من الأبحاث والدراسات. شاكرين كل الحضور الكريم على الوقت الذي أرادوا قضائه برفقتنا. اليوم حقا هو يوم مميز بحضور هذا الحشد العظيم. أهلا بكل فرد متواجد في تلك القاعة، مرحبا بكم جميعا في رحاب كلية العلوم السياسية في جامعة سليمان الدولية. أتمنى لكم الاستمتاع بهذا الوقت والحصول على الفائدة المرجوة من خلال طرح تلك المعلومات التي سنشاركها معكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم كل التحية والشكر والتقدير الأستاذ الدكتور هاني جرجس، عميد كلية العلوم السياسية جامعة سليمان الدولية. والآن مع كلمة السيد الأستاذ الدكتور محمد الشنطي، رئيس منصة الباحثين والأكاديميين إيفاد، فليتفضل. الكلمة للأستاذ الدكتور محمد الشنطي. إذ لم يتوفر مع سيادته الوقت فليتفضل السيد الدكتور أشرف زيدان، المشرف العام على المركز الأكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي ماليزيا. فليتفضل دكتور أشرف بالكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الحضور الكرام، سعادة الأستاذ الدكتور رئيس جامعة سليمان، الأستاذ الدكتور سليمان الجمل المحترم، الأخ الدكتور هاني جرجس، الأستاذ الدكتور هاني جرجس عميد كلية العلوم السياسية المحترم، الإخوة الزملاء الحضور، تحية طيبة لكم جميعا، الإخوة الباحثين والمشاركين في هذه الندوة الدولية الافتراضية التي تميزت يعني لنقل على مستوى الأحداث العلمية والبرامج التي انطلقت عقب الدفعة الكبيرة التي تلقتها البرامج العلمية الافتراضية إثر جائحة كورونا وما دفعت إليه من يعني مشاركة واسعة
على نطاق يعني على نطاق الباحثين والخبراء والعلماء للبرامج التي تنعقد عن بعد. تحية طيبة لحضراتكم، و يعني أرجو أن تسمحوا لي أن أشارك كلمتي التي أعددتها على شرائح العرض الباوربوينت لتجنب فوات بعض المفاصل بسبب ربما تقطع الإنترنت أو ضعفه عند بعض المشاركين الكرام. التمكين السياسي للمرأة في مجتمعات العالم الثالث. معكم أخوكم دكتور أشرف زيدان، أستاذ الدراسات الإسلامية والتنمية بجامعة ملايا بماليزيا. وإن تفضلتم علي ب يعني عادة ما نلتزم الحذر الشديد أخواني وزملائي الكرام في مثل هذه الموضوعات والملتقيات نظرا لحساسيتها البالغة، فبينما يكتب البعض لمعالجة إشكالية ما تراه يزيدها تعقيدا، لكن الحاجة الملحة اليوم لمثل هذه الموضوعات إثر النكبات المتوالية على مجتمعاتنا العربية والإسلامية والشرق أوسطية، وإثر حالة التخبط والفوضى السياسية والأمية السياسية، وهو مصطلح لا يخفى على حضراتكم، والتي تسببت بالكثير من المشكلات المعقدة للمجتمع، خصوصا أنها مشكلات مركبة يعني لها خلفيات خطيرة جدا، لها يعني تمثلت مجموعة من التراكمات في مجال الأمية السياسية والأمية الاجتماعية والأمية يعني الثقافية العامة. الحاجة الملحة لمثل هذه الندوات تفرض على كل خبير ومثقف أن يقدم ما لديه بهدف معالجة تفاصيل وجزئيات إشكالية المشاركة أو التمكين السياسي للمرأة في مجتمعات العالم الثالث، والتي نعتقد أنها تتألف من يعني عدة أجزاء كما أسلفنا أخواني. الإشكالية بحق هي من الناحية العلمية إشكالية مركبة كما تعلمون. أولاً خصوصية الشعوب والأمم، هناك إشكاليات متنوعة ومتعددة بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة سادتي الأكارم، لكن للأسف يعني القائمون على الشأن التعليمي وكذلك الشأن السياسي وعلى الشأن الإعلامي يستوردون غالباً حلول جاهزة لا تناسب جميع الأزمنة والأمكنة. العالم الثالث أصلاً ليس تقسيماً علمياً بالأساس، وحضراتكم خبراء في العلوم السياسية وتعلمون من أين جاء هذا المصطلح وما هي دوافعه. مراعاة ثقافة الشعوب واعتقاداتها، لا سيما تلك الأديان التي تحدثت عن حقوق المرأة وشرعتها في كتابها المقدس وعلى لسان نبيها بدقة تامة، في حال لا يمكن تجاوزها على الإطلاق، حيث لا يمكن لمثقف منصف إنكار دور الإسلام في معالجة قضايا حقوق الإنسان رجلاً كان أم امرأة أم طفلاً أو شيخاً. وهذه المعالجات في مجتمعات العالم الثالث يعني نعتقد أنها يعني الأخطاء الحاصلة والإشكاليات الحاصلة فيما يتعلق أو ما ينجم عن الخطاب الديني أو الخطاب المثقفين في عالمنا العربي والإسلامي هي نتيجة طبيعية لتراكمات سلبية من التفسيرات التي تصلح لزمان وقد لا تصلح لزمان آخر، ولا تعبر عن قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها بالضرورة. ثانياً، جلد الذات. إحدى إشكاليات تمكين المرأة سياسياً أساتذتي الكرام، يعني ما أحصيته وجدته بنفسي من خلال يعني رحلة البحث التي تجاوزت 20 عاماً
الغرب ليس أفضل منا بكثير، وهذه ليست يعني ليست فرية وليست مجرد يعني صيحة إعلامية. لو أخضعنا حقوق المرأة لعملية تحليل إحصائي دقيق بلغة الأرقام لوجدنا أن يعني حقوق المرأة في الغرب يعني وأوضاع المرأة في الغرب أسوأ الأوضاع في العالم إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق. لماذا؟ يعني ولا يخفى على حضراتكم لم تنفع جميع التشريعات التي شرعت لحمايتها من مسألتين، يعني لم تخدم المرأة في الغرب الذي نتخذه أو يتخذه الكثير من مثقفينا وخبرائنا مثالا ونموذجا أقرب للقداسة. المرأة في الغرب يعني لم تنتفع بالتشريعات التي شرعت من جهتين، أولهما تأثير انحلال المجتمع دينيا وأخلاقيا وفكريا، وبالتالي التشريعات لم تخدم المرأة كثيرا، فهي تعاني أكثر مما تعانيه المرأة في العالم العربي. وثانيا الآثار الجانبية السلبية لتلك التشريعات والقوانين. تعلمون إخواني كل قانون من صنع بشري لا بد أن تكون فيه ثغرات. الإشكالية أن حالة اختبار القوانين عندهم في الغرب يعني فيها ضعف شديد، يعني وتتم معالجة الثغرات عبر يعني بعد عقود من الزمن أحيانا. هذا مما ولد حالة يعني إساءة كبيرة للمرأة في الغرب، اتخذت سلعة واتخذت وسيلة دعائية واتخذت وسيلة لنقل يعني الرسائل الإعلامية بطرق غير لائقة وما إلى ذلك. لسنا هنا لمهاجمة الغرب ولا حتى الدفاع عن العالم العربي والإسلامي، بل لتأكيد أهمية التخلص من عقلة النقص التي زرعها فينا الغرب نفسه بإعلامه وأنظمته التعليمية، لأنها مقدمة لازمة أخواني. التخلص من هذه العقدة والإشكالية هي مقدمة لازمة لفهم حقوق المرأة وتمكينها سياسياً بعد أن تمكن اقتصادياً واجتماعياً. النقطة الثالثة والأخيرة، يعني لدي ما يكفي من أدلة وبراهين ولدت قناعة راسخة بأن المرأة ثلاثة أرباع المجتمع وليست نصف المجتمع كما هو شائع. هذه نظرية خاطئة، هذه النظرية يعني لا من المنظور الإسلامي صحيحة بالنصوص الشرعية الواضحة والقاطعة ولا حتى من الواقع. أنا لن أتحدث عن أدلة دينية ونصوص تشريعية هنا، فربما يعني دخلنا في باب النقاش والجدل ولا هذا ليس من أهداف ندوتنا لهذا اليوم، لكن أتحدث عن أدلة واقعية أخوتي الكرام. من أدلة ذلك أن فشل بناء المرأة وتمكينها تمكينا شاملا تسبب بفشل ثلاثة أرباع أي مجتمع لم يكن للمرأة في قيادته وإدارته دور. كل مجتمع يعاني من حالة فشل في تمكين المرأة، تجد أن نسبة فشل المجتمع، الفشل العام أقصد في المجتمع ثقافيا واجتماعيا وأخلاقيا، تفوق 70%. وهذا يدلل على أن المرأة ليس أكثر من نصف المجتمع. من الأخطاء الشائعة أن القيادة هي أيضاً مناصب رسمية، بينما نجد أن العصر الذهبي للحضارة الإسلامية كان في زمن سيطرة المرأة على القيادة الاجتماعية وبناء جيل قبل أن تصل الحضارة الإسلامية إلى عصرها الذهبي. بنت المرأة جيلاً نشر الإسلام بكل عزم وشجاعة وفتح مشارق الأرض ومغاربها في وقت قياسي لا يزال محل دهشة للخبراء والمؤرخين. إن الدور الصامت الذي تلعبه أو لعبته المرأة في بناء المجتمع المسلم المتحضر لم يكن غائبا تماما عن ذهن المؤرخين ممن عاصر ذلك العصر الذهبي الذي لا يزال يلهم الأفراد والجماعات التي تظهر بين حين والآخر وتواصل برق الأمل للأمة في أصعب أوقاتها، لا سيما في الأوقات الحالية التي تعيشها الأمة، مما يوجب ويستوجب النظر في الإشكاليات الكبرى والتي من أهمها يعني إشكالية ضعف دور المرأة اجتماعيا وسياسيا وفكريا. الخلاصة أساتذتي الكرام، تمكين المرأة يعني تمكين المرأة هو ضرورة، كما هي ضرورة يعني تمكين الرجل أيضا ضرورة، كما هي ضرورة تمكين الرجل، على أن جهود تمكين المرأة يجب أن تشغل أكثر من 70% من مجمل جهود هذا المطلب. ليس لأن الرجل متمكن أكثر، هذا خطأ،
كلنا نشاهد يوميا يعني ساسة رجال فاسدون في دول ونساء يعملن في السياسة وفاسدات في نفس الدول، يعني والعكس بالعكس، يعني ساسة ناجحون ومخلصون لأوطانهم ونساء يعملن في السياسة مخلصات وناجحات في أعمالهم. لكن يعني نحن بحاجة إلى تركيز الجهد على تمكين المرأة، لأن يعني الحاجة للمرأة أكبر في المجتمع، في بناء المجتمعات. يستوجب تمكين المرأة سياسيا تمكينها اجتماعيا وثقافيا وفكريا. قبل أن نفكر بالتمكين السياسي للمرأة، علينا أن نمهد لهذا التمكين من خلال تمكينها ثقافيا واجتماعيا وفكريا. ثالثا، لابد يعني للمسلمين من مراجعة شاملة للتفاسير والشروحات المتعلقة بالمرأة على يد نخبة من كبار الفقهاء وعلماء الاجتماع وكبار الشخصيات النسوية على المستويين العلمي والسياسي، مراجعة شاملة بعيدة عن المؤثرات السياسية والإعلامية. رابعا، من الضروري والبديهي إشراك الجامعات والمراكز المعروفة بعملية التمكين الشامل والمتوازن للمرأة من أجل وضع حلول علمية واختبارها واعتمادها يعني حلا لهذه الإشكالية التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية عموما ومجتمعاتنا على وجه الخصوص. نحن في المركز الأكاديمي المؤتمرات والنشر العلمي في ماليزيا قدمنا الكثير من المبادرات والكثير من الدعم للمشاركات النسوية في المؤتمرات العلمية ويعني مجال النشر العلمي، إيمانا منا بأهمية وفاعلية دور المرأة في الحركة العلمية والتعليمية على مستوى العالم. المركز الأكاديمي المتواصل النشر العلمي إخواني تأسس في العام 2018، وهو يعني تابع لمؤسسة معتمد للخدمات العلمية والتعليمية الدولية المرخصة في ماليزيا، والتي تعمل على مستوى دولي وتعتمد برامج التواصل والتعليم والتعلم عن بعد منذ تأسيس المؤسسة الأم عام 2014. نرحب مرة أخرى بجميع الحضور الكرام ونشكر إدارة هذه الندوة على دعوتها للمركز ودعوتها لتقديم مشاركة ومساهمة في مجال الحيوي من المجالات المهمة والتي نعيش بعضا من آثارها ويعني نعيش بعضا من يعني سلبياتها في عصرنا الحاضر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير للسيدة الدكتور أشرف زيدان المشرف العام على المركز الأكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي ماليزيا. شكرا لحضرتك. والآن مع كلمة السيد الأستاذ الدكتور محمد الشنطي رئيس منصة الباحثين والأكاديميين إيفاد، فليتفضل بالكلمة. الصوت غير مسموع يا دكتورة، أستاذ إن شاء الله. نعم الصوت بعيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أعتذر عن هذا التأخير لأسباب خارج عن إرادتي. أمسية مكللة ببياض القلوب ونقاء السرائر تجمعنا على مائدة زاخرة فاخرة، زاخرة بالطيبات من روائع الكلم ورصائن القول، ثقافية علمية إنسانية فكرية وجدانية. نحتفي فيها بالمرأة، واعذروني على هذا الأسلوب الذي خلقت به ما ينبغي أن يكون، وذلك تحية مني للمرأة في هذا اللقاء. نحتفي فيها بالمرأة وحقوقها عدها لنا علماء أفاضل وعالمات ماجدات، وأرجو أن لا تؤاخذوني إن انسقت مع تداعيات الإيقاع وتساوقت مع سحر التعبير، فما ذلك إلا انسجام
مع هذه الندوة الغراء ببعديها العلمي والاحتفالي التي نظمتها جامعة سليمان الدولية بالتعاون مع منصة إفاد للباحثين والأكاديميين والمركز الأكاديمي للمؤتمر والنشر العلمي في ماليزيا. هذا الثلاثي المبارك الذي تتضافر جهود القائمين فيه على كل ما من شأنه خدمة العلم وأهله. أما المرأة هذا الكائن النوراني فهو حارس الوجود البشري، جوهر الكينونة الإنسانية، لب اللباب وحادي الألباب، بها يكتمل الخلق ويستوي على البسيطة بشرا سويا. خيار الله الذي استودع فيه سره ونفخ فيه من روحه وجعله آية انبلج ضحاها واستبان في أبهى صورة وأنقى سريرة. أمنا الرؤوم ما منحتنا ما حباها الله من رقيق المشاعر وشفيف الأحاسيس ودفء العواطف. حنت علينا صغارا وبذلت لنا نفائس روحها وكوامن وجدها كبارا. شاهدنا كما أراد الله خلقا آخر وأودعت في نفوسنا حشاشة نفسها وخلاصة حبها. تخاصرت دونها قامات العمالقة تضحية وبذلا وسامقات الهمم، صنعت التاريخ على أيدي من أعدتهم من صناعه وشادت صروح المجتمعات مستترة مغمورة متوارية. أشاحت عنها الأبصار في سالف من الأزمان وغفلة من الدهور. لها في كل بارقة أمل يحدو ركب الأمم، وفي كل سانحة سهم يضرب في عمق الأزمنة ويجتاز عاصفات الدهور. النساء شقائق الرجال، عنوان السيرة والمسيرة إلى مساواة مقررة وشريعة محبرة، قاعدة وجود وقانون حياة. بها تتوطد العلاقة بين الخلق ويسود السلام في الأرض إذا صحت النوايا وخلصت الإرادات. لافتة على جبين البشرية حتى يستقيم أمرها ويرشد فكرها، فلا شائبة تشوب وجودها ولا عائبة تقدح في سريرتها. فكيف يمكن أن تقصى وهي التي في قديم الأزمان شادت دول وأنجبت أبطالا، شادت دولا وأنجبت أبطالا وساست مجتمعات كادت أن تفتك بها الحروب وأن تقوض دعائمها العصبيات. أعني النساء الراشدات اللواتي صححن مع ود وقومن من حرف. نساء ماجدات كن وراء العظماء من الأبطال. ليس ما أقول تنزيها لهن عن كل سوءة ودفاعا عن كل غلطة، بل هو إنصاف للحق والحقيقة. فهن كغيرهن من خلق الله يصبن ويخطئن، ولكن أعني بما أقول الخيرة الخيرة والقدوة النيرة ممن نهضن بعظائم الأمور على مر الأزمان وسالفات الدهور. أما الشر فله الحظ الوفير في عامة الخلق على امتداد الأزمان والقرون، ولست أقيس عليه ولا أتأكئ على شواذه ومنحرفيه. فإذا كان الأمر كذلك، أفليس من حق المرأة أن تتبوأ مكانة مرموقة ومرتبة سامقة لدى من تكفلت بهم أطفالا وشبانا ورجالا حتى استوت قاماتهم
وصلوا بعودكم. تلك أروى بنت الحارث الشاعرة المبدعة الناطقة باسم نبوة أنكرها فريق من الخلق وتنكر لها بعض ممن وعبهم الله القدرة على قرض الشعر فاستنبتوه في أرض بور وفي صحراء عجفاه فكان لسانها الدرب وقولها الفصيح أداة الرد وإحقاق الحق وسبيل التمكين لكلمة الله وروح القدس. وخديجة بنت خويلد الاقتصادية البارعة وعائشة بنت أبي بكر السياسية القائدة التي ساست القوم وقادت الجيوش وأسماء بنت أبي بكر التي نهضت بعبء يمكن أن نطلق عليه جيو استراتيجي من حيث كونه تدعيماً وإمداداً وتواصلاً في زمن الحروب وذلك إبان الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة. وأم سلمة المستشارة المعتمدة وأم شريك الدوسية الداعية الواعية والإعلامية الرائدة وقبلهم وعلى مستوى تاريخ الأمم وعصور النبوة بلقيس الملكة السياسية الرشيدة العاقلة وغيرها من النماذج الرفيعة والأمثلة الساطعة. ولا يمكن أن نذكر إلا أن نذكر بكل الإجلال العذراء البتول مريم ابنة عمران التي حملت بالسيد المسيح عليه السلام نفخة من روح الله فتلك سيدة لا كغيرها من السيدات آية للخلق وسادنة للحق. وأما في العصور الحديثة فحدث ولا حرج ولا أظن أننا قادرون على الإحاطة بما نهضت به المرأة خبرا ولا بما أنجزته قولا وعملا فلها في كل فضيلة نصيب وفي كل محرمة قسط وفير. أفليس من حقها علينا أن تحظى بالتمكين وأن ينالها التكريم؟ هي التي مكنت الآباء وهيئت الأبناء للنهوض بأعباء الحياة وتجاوز العقبات ومواجهة التحديات. تحية لمنظمي هذا المؤتمر في جامعة سليمان الدولية وعلى رأسهم سعادة الأستاذ الدكتور مصعب الجمل مدير الجامعة ولطاقمها الإداري والتدريسي وعراب هذا المؤتمر سعادة الدكتور هاني جرجس ولمنصة فاد التي أشرف بتمثيلها بقيادة مديرها التنفيذي دكتور عبد الله الشنطي. وفي مسك الختام وعلو المقام كل التحية والتقدير لسعادة الدكتور أشرف زيدان المشرف العام على المركز الأكاديمي للمؤتمرات والنشر العلمي في ماليزيا. وختاما أرجو أن تقبلوا عذري على هذه الإطالة. لكم كل التحية والتقدير وفقكم الله وحفظكم ورعاكم وتكلل خطاكم بالسداد والنجاح. ولكم كل التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكم كل التحية والتقدير. الدكتور محمد الشنطي رئيس منصة الباحثين والأكاديمية. أسمع الصوت يا دكتورة. دكتورة الصوت غير مسموع. كل التحية والتقدير للدكتور محمد الشنطي رئيس منصة الباحثين والأكاديميين إيفاد. والآن نبدأ المشاركات البحثية مع الأستاذة دكتورة ندى مطرش صادق أستاذة بكلية العلوم السياسية جامعة سليمان الدولية ومشاركة بعنوان الاغتراب السياسي كأحد معوقات التمكين للمرأة العربية. فلتتفضل من دولة العراق الشقيق الأستاذة الدكتورة ندى مطرش صادق. بعد التحية والشكر والتقدير لمن قام بهذا المؤتمر فكرة ومبادرة وإدارة وإعداد وتقديم، أقول قد دفعني لاختيار هذا الموضوع الاغتراب السياسي كأحد معوقات التمكين للمرأة هو أن ما يحصل الآن من حالة اغتراب سياسي بات ظاهرة كبيرة تؤرق دولنا العربية مع وجود اختلافات بين دولة وأخرى، لكن الاختلاف بالدرجة وليس بالنوع.
وعليه أرى من المفيد القول أولاً أن الاغتراب السياسي مفهوم صعب تحديده وصعب وضع تعريف شامل جامع مانع له، وهذا يعود لحداثة هذا المصطلح. لكن عموماً لو أخذنا هذا المصطلح لغوياً بكل مشتقاته سواء غربة أو تغريب أو أي مصدر آخر، فهي لا تعني سوى البعد والتنحي والتباعد عن الناس، فقدان الإحساس بالوجود الفعال، وهو جملة من الأعراض يبدو فيها الفرد عموماً غريب عن مجتمعه. هنالك جملة من الباحثين والمفكرين والفلاسفة تناولوا الاغتراب الاجتماعي والاغتراب النفسي وأشاروا إشارة إلى الاغتراب السياسي، منهم المفكر الفيلسوف هيجل تناول الاغتراب السياسي من خلال العلاقة الحقيقية بين الفرد والدولة. هذه العلاقة باتت يشوبها الكثير بحيث أصبحت غير قادرة على أن تجد نظام يرضي قدرات هذا الفرد، وعليه اختفى الاهتمام السياسي الإيجابي لكافة المواطنين. وأيضاً ماكس فيبر أشار أن الدولة تسيطر على من؟ تسيطر على المواطن العاجز. الحاكم يتعالى على شعبه حتى وإن كان منتخباً ديمقراطياً، فالدول تسعى بنظامها الذي يشوبه الكثير أن لا تشرك مواطنيها في اتخاذ القرارات التي تعتبر مؤثرة على مصيرهم. وعليه يمكن وضع تعريف وصفي وليس تعريف جامع كما قلت للاغتراب السياسي كي نفهم كيف يكون هو معوق للتمكين. الاغتراب السياسي في واقع الأمر هو شعور الإنسان بأنه ليس جزءا من العملية السياسية، وأن صانعي القرارات السياسية لا يعيرون وجوده أي أهمية، فوجوده من عدمه سيان لدى النظام السياسي. وعليه الفرد يصبح تحت تأثير السلطة الدكتاتورية بالذات مجرد وسيلة لقوة خارجة عنه، وهنا يشعر المواطن بأنه عاجز تماماً أزاء المشاركة السياسية بشقيها، الاتفاقية أي مشاركة بالانتخابات، والمشاركة اللا اتفاقية أي المظاهرات، الانتفاضات، الاعتصامات، بل وحتى الثورات وممارسة أعمال العنف. هنا في واقع الأمر العجز تجعل من مصيره ومصير المجتمع مجهول، ويأس من المستقبل في البلد التي يعيش فيها. وعليه يمكن القول متى ما انفصل الفرد عن المؤسسات السياسية القائمة، ومتى ما شعر الفرد بأنه لا يمتلك القدرة السياسية ولديه عدم رضا سياسي على النظام، هنا سندخل في مرحلة الاغتراب السياسي، أي أن الاغتراب السياسي شعور بعدم الرضا وخيبة الأمل والانفصال عن القادة السياسيين الرموز وعن السياسات العامة في داخل البلد. وعليه يمكن القول أن مكونات الاغتراب السياسي ستكون شعور بالعجز، استياء، عدم ثقة، غربة، يأس، أي بكلمتين أن الاغتراب السياسي يترجم بحالة عدم الرضا عن الأوضاع السياسية. فهنا تبرز لنا أبعاد الاغتراب، منها انعدام المعنى السياسي سواء لمعنى نظام سياسي أو ديمقراطية، دكتاتورية، أو أي مفهوم يتم تداوله عبر مجمل العملية السياسية. إضافة إلى ذلك سيجد المواطن نفسه فاقد الإحساس والإمكانية والقدرة بوجود معيار سياسي لتقييم هذا النظام، هل هو يعمل لصالحه أم يعمل لضده، أم هو ركن مهمول في داخل المجتمع. وهنا أيضا سيبرز لنا ركن اللامبالاة السياسية،
وفقدان الاهتمام بالشأن السياسي بشكل عام. هذه الحالة في واقع الأمر، حالة الاغتراب، لها أسباب عديدة تسود مجتمعاتنا، وذكرت بالذات وعنوان ورقتي يتناول الدول العربية. سببها حالة عدم الاستقرار السياسي، الفشل بالوعود التي يدليها صانع القرار أو صناع القرار، زيف المشاركة السياسية، فهي لا تعدو أن تكون، إن كانت انتخابات لا تعدو أن تكون استفتاء لأشخاص أبناء قبائل معينة أو من طبقة سياسية معينة أو من أحزاب بارزة على الساحة السياسية. إضافة إلى ذلك، عدم العدالة في التوزيع، وهذه جزء من أزمات التنمية السياسية، وأقصد العدالة في التوزيع ليست فقط ما يخص الدخل القومي وتراكم الفقر بأنواع المتعددة، الفقر والفقر المدقع والفقر المتعدد الأبعاد، ولكن عدم العدالة بتوزيع المناصب والأدوار. إضافة إلى ذلك، محاولة الاستغناء عن جهود الأفراد من خلال سيطرة بعض مفردات التكنولوجيا اللي باتت في ظل العولمة، مسألة مهمة جدا قد تؤثر في واقع الأمر مستقبلا على استخدام الأيدي العاملة. من هنا ونحن نتكلم بإيجاز عن الاغتراب السياسي، ما علاقته بالتمكين؟ في واقع الأمر قبل الحديث عن هذه العلاقة والتي سنكشفها من خلال أبعاد التمكين السياسي، نقول أن التمكين مهما حاولنا الحديث عنه فهو لا يعدو عن قدرة وعلو شأن وترجيح للعديد من الآراء التي ركزت بالذات على مصطلح الجندر. وهنا يجب أن نفرق بين الجندر والجنس. الجندر مصطلح ذا عاصيته من خلال مؤتمر القاهرة والسكان عام 94، ويقصد به الدور والنشاط والخصائص التي يراها مجتمع ما مناسبة سواء للرجل أو مناسبة للمرأة. أما الجنس فهو سمات بيولوجية ليس إلا لكلا الجنسين، رجل وامرأة. إذن التمكين هو عملية تصبح المرأة من خلالها واعية بالطريقة التي تؤثر بها من خلال القوة في حياتها، فتكسب ثقة بالنفس، تكسب قدرة على التصدي لعدم المساواة. ورغم أنه أنا لا أؤمن بفكرة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لوجود بعض السمات البيولوجية والقدرات البيولوجية التي تفصل المرأة عن الرجل وتفرق الرجل عن المرأة، لكن أقصد هنا بالمكافأة في الفرص ما بين الرجل والمرأة في بعض المجالات التي يمكن للمرأة أن تشترك بها مع الرجل سيان. إذن معنى تمكين المرأة سياسيا هو وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، وصولها إلى المراكز القيادية سواء كانت في الإدارة أو سواء كانت من خلال صنع السياسات العامة. إذن هو تمكين المرأة تمكين المرأة من خلال منحها القوة والإمكانية والقدرة لتكون عنصر فاعل في التغيير، خاصة التنمية السياسية. لماذا أقول التنمية السياسية؟ التنمية السياسية وكلنا يعلم لديها 10 أزمات، من بين الأزمات التي تؤثر على التمكين السياسي للمرأة وموضوع الاغتراب السياسي هو أزمة الهوية وأزمة الاندماج وأزمة المشاركة وأزمة التوزيع. وذكرت التوزيع هو ما أقصد به ليس فقط الدخل القومي والجانب الاقتصادي، وإنما هو توزيع المناصب والأدوار، سواء كانت بالتفرقة بين الرجال بعضهم على البعض الآخر من خلال قلنا اختلاف الطبقات، اختلاف القبائل، اختلاف الانتماءات السياسية والحزبية، أو سواء التفرقة بين الرجل والمرأة. ما هي أبعاد التمكين السياسي للمرأة؟ وهنا أحاول أن ألفت انتباه كل السادة متكرمين ومتفضلين بسماعي أن أبعاد التمكين السياسي للمرأة هي اللي تحدد لي
الاغتراب السياسي للمرأة، وهي التي تحدد لي كيفية القضاء على الاغتراب السياسي للمرأة. البعد الأول هو البعد الذاتي. البعد الذاتي يظهر من خلال الوعي الفردي للمرأة من خلال شعورها بالظروف المحيطة بها وقدرتها على الحصول على معارف جديدة تخلق لها في جميع مجالات الحياة. في واقع الأمر وعي المرأة بذاتها أنها قادرة تستطيع من خلالها أن تفعل الكثير، لكن ما نلاحظه ولو المجال لا يتسع لي لذكر بعض الدراسات الميدانية في هذا الجانب، أن المرأة في كثير من الدول العربية وبالذات لو تكلمنا على المرأة الريفية والمرأة البدوية وبعض المناطق المهمشة الفقيرة جدا، المرأة لا تعي بدورها، المرأة تفهم دورها زواج وإنجاب ليس إلا. وعليه البعد الذاتي للتمكين السياسي هو الوعي، وعي فردي للمرأة بذاتها، بكينونتها، بقدراتها، بإمكانياتها، بماذا تستطيع أن تخدم مجتمعها سياسياً واقتصادياً وثقافياً ودينياً واجتماعياً. البعد الآخر اللي هو البعد الجمعي أو الجماعي، يعني بما معناه أنه لا بد من خلق مجتمع ليفهم هذا المجتمع البيئة المؤاتية لدمج المرأة سياسياً بالشكل اللي يمنحها القدرة الكاملة على أن تحدث تغيير داخل المجتمع باعتبارها أحد عناصره الهامة في التحول السياسي. المجتمع وقيمه ووعي المجتمع بدور المرأة مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه يتناول سقف القيم، سقف القيم كالسماء التي فوقنا لا نستطيع الانفلات منه. فرأي المجتمع بالمرأة ونظرة المجتمع للمرأة والموروث القيمي لماهية المرأة وماهية أدوارها مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأن المرأة قد تستسلم لنظرة وقيم المجتمع لها. لماذا تستسلم؟ لأنها غير قادرة على أن تكون نغمة نشاز في موروث قيمي عبر آلاف عبر مئات القرون. موروث قيمي يحد من قدرة المرأة على أن تجد بيئة تدمج نفسها سياسيا. هذين البعدين في واقع الأمر ركزت عليها، البعد الجماعي والبعد الذاتي للتمكين السياسي، هو اللي راح نستطيع من خلاله القضاء أو تحجيم على أقل تقدير الاغتراب السياسي. وعند الحديث عن كيفية القضاء على الاغتراب سأتطرق لها من جديد. إذن هنا ما هي معوقات التمكين السياسي للمرأة؟ أول معوق وبإيجاز ولا أريد أن أتجاوز الوقت هو البيئة الدستورية والتشريعية. في واقع الأمر رغم وجود دساتير بعضها تضع الكوتا النسائية وبعضها تضع نسبة معينة لمشاركة النساء ووجود تشريعات وقوانين، لكن في واقع الأمر وأعطي مثلا على العراق، لدينا الكوتا النسائية 3 رجال في البرلمان بمقعد واحد للمرأة. لو حاولنا حتى الرجوع إلى الأديان السماوية وإلى الشريعة الإسلامية وذكر في القرآن للرجل مثل حظ الأنثيين، إذن المفروض مقعدين مقابل مقعد للمرأة وليس 3 مقاعد، والآن يطالبون ب5 مقاعد للرجال مقابل مقعد واحد للمرأة. إذن لابد من دستور ولا بد من تشريعات ولا بد من قوانين نحاول من خلالها أن نتجاوز هذا المعوق. إضافة إلى ذلك تبرز نقطة مهمة جدا وترتبط بالبعد الجماعي والبعد الذاتي للتمكين، اللي هو التنشئة السياسية سواء للمجتمع بكاملة أو للمرأة. فعموما إحنا نحتاج غرس قيم ثقافية، هذه القيم قادرة على أن تكون قادرة على رفع درجة اهتمام المرأة بالسياسة بالحياة العامة ورفع مستوى أدائها ورفع مستوى كفاءتها السياسية من أجل إزالة العقبات التي تعيق تقدمها السياسي. إضافة إلى ذلك لدينا معوق آخر، عدم وجود إعلام نسوي
إعلام نسوي. هذا الإعلام نجد أن معظم الفضائيات تفتقد له، فالإعلام يحاول أن يظهر المرأة بمظاهر أخرى، وفي معظم الأحيان تكون غير مقبولة وغير لائقة. نريد إعلام قادر على تدعيم دور المرأة وتقوية الثقة في إمكانياتها وتقليص درجة التهميش. من خلال هذا الموجز اللي قدمته عن التمكين وعن الاغتراب، كيف نقضي على الاغتراب السياسي للمرأة؟ ذكرت بما أن التمكين لديه بعدين جمعي وذاتي، والاثنين يتعلقان بوعي المرأة وبوعي المجتمع وبوجود قيم، إذن أول آلية للقضاء على الاغتراب هو الوعي، تجسيد الوعي، غرز الوعي لدى المرأة بكيانها، بشخصيتها، بهويتها، وليس بجمالها وبطبقتها وبمالها، بل بعقلها وأدائها. أي نحاول إيجاد حل وسطي من خلال وعيها بالاعتراف بذاتها، وأيضا وعيها بالنصف الآخر، وعيها بالرجل. أي يجب أن لا يكون وعي المرأة ذاتها على حساب وجود وذات الرجل وعلى حساب تماسك المجتمع. هذا كيف يتم؟ يتم من خلال المعرفة بماهية الدور في المجتمع. المعرفة تحتاج إلى حرية، حرية فكرية وليس حرية غير منضبطة، ليست حرية التصرف ومخالفة وتجاوز كافة القيم والأديان، القيم المجتمعية أو القيم التي تم استلالها من خلال كافة الشرائع السماوية للأديان الثلاثة. نحتاج إلى حرية منضبطة ترسم بعقلانية وعي ودور أبناء المجتمع عموما، رجل وامرأة. لأن إذا كان للرجل وعي قليل بدور المرأة وبدوره هو، لأن هو أيضا مهمش في دولنا، فمعناها إحنا خرقنا وضربنا وجعلنا نصف المجتمع يتآكل. وإذا لم يكن للمرأة وعي بذاتها وبمجتمعها وبالرجل ودوره، ضربنا النصف الآخر، وبالنتيجة يكون لدينا مجتمع متهرس. إذن مسألة الوعي في واقع الأمر تعالج لي البعدين للتمكين، البعد الذاتي والبعد الجمعي. الآلية الأخرى للقضاء على الاغتراب السياسي هو القضاء على العجز، لأن إحنا قلنا الاغتراب هو حالة عجز، حالة يأس، حالة انفصال الفرد عن العملية السياسية والنظام السياسي. هذا يتم من خلال إيجاد فرص حقيقية للمرأة وليست وهمية كالفرص التي نجدها من خلال بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تخرج صورة غير مقبولة في معظم الأحيان للنساء وغير مقبولة لأدوارهن. نريد من القضاء على العجز أن تمنح المرأة قدرة بالسيطرة على الأحداث التي تمس جوهر وجودها، جوهر وجودها، بأن تكون عنصر فاعل في صنع السياسة العامة، عنصر فاعل في اتخاذ القرارات السياسية المهمة التي تمس وجودها وكيانها. سيما ونحن نلاحظ في هذه الفترة بالذات وللأسف الشديد شيوع مثلا زواج القاصرات، وهذه مسألة في واقع الأمر تعتبر عودة للقهقري. علينا أن نأخذ في موضوع القضاء على العجز قدوتنا النساء التي ذكرت في القرآن، سيدتنا مريم العذراء وسيدتنا فاطمة الزهراء، وما ذكر أيضا في التاريخ من سيدتنا زينب بنت الحسين، وأيضا الملكة بلقيس، وغيرها من الأمثلة المهمة والكبيرة جدا التي ترينا قدرة المرأة العالية على أن تفعل وتقدم لمجتمعها الكثير. الآلية الأخرى هو محاولة الخروج من النسق السائد، وهذا يتم من خلال التنمية السياسية. النسق السائد في واقع الأمر هو اللي ينطبق، وبدون أن أعيد وأكرر، على الوعي أو على البعد الجمعي المجتمعي. بعدنا نسق بمجموعة من الأنظمة الفرعية ومجموعة من القيم والعادات والتقاليد التي تجعل من أزمات التنمية السياسية العشرة، وبالذات ما يخص عملية التمكين الأربعة اللي ذكرتهن، كبيرة
ولا يمكن تجاوزها ووضع الحلول الشاملة لها. الآلية الرابعة والأخيرة وتسمحوا لي ممكن تجاوزت الوقت، هو تحقيق الإصلاح السياسي الحقيقي. الإصلاح السياسي ليس الإصلاح الرمزي والشكلي بالقضاء على الفساد وإلى آخره، الإصلاح الذي يسعى إلى إدماج المرأة في سوق العمل السياسي وتحقيق فرص متكافئة بينها وبين الرجل. في الختام أقدم شكري الجزيل لسماعكم لي ولسعة صدركم لما قدمته، وأرجو أن أكون لم أطل في هذا الجانب، لكن أقدم شكري أيضا للدكتور هاني جرجس لأنه عراب موضوع التمكين السياسي وأتاح لنا الفرصة مع معالي رئيس الجامعة الدكتور مصعب لتقديم أوراقنا. شكرا جزيلا لكافة القائمين على المؤتمر وللحضور، تحياتي. ولك كل التحية والشكر الأستاذة الدكتورة نداء مطشر صادق، أستاذة بكلية العلوم السياسية جامعة سليمان الدولية، لك كل الشكر والتحية. السادة الحضور، أرجو من حضراتكم الالتزام بالوقت، أرجو الالتزام من الوقت من السادة الحضور ليتمكن الجميع من عرض ويتمكن الجميع من المشاركة في ندوتنا البحثية. والآن مع كلمة الدكتور إبراهيم برما أحمد، باحث وعضو هيئة التدريس بجامعة فيصل، تخصص التاريخ السياسي المعاصر، وعنوان المشاركة التمكين السياسي للمرأة في الأنظمة الديمقراطية والمجتمعات دول الساحل والصحراء تشاد والكاميرون نموذجا. من دولة تشاد دكتور إبراهيم برما أحمد يتفضل بالحديث. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، سعادة الدكتورة نسرين كامل على هذا الإيجاز في العرض والطريقة الجيدة في الإلقاء، لك من جزيل الشكر والتقدير. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم من دولة تشاد ومن جامعة الملك فيصل بتشاد، لكم مني التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا أولا أود الشكر إلى جامعة سليمان الدولية وبقيادة الأستاذ الدكتور مصعب الجمل وسيد الدكتور الأستاذ الدكتور هاني جرجس عميد كلية العلوم السياسية، الذي يعني أسهم بصورة كاملة وبصورة جدية في مشاركتنا لهذا المحفل العلمي الدولي، هذه الندوة الدولية التي دابت جامعة الملك فيصل جامعة سليمان الدولية أن تنظمها عبر كليتنا العريقة وهي كلية العلوم السياسية، لكم منا جزيل الشكر والتقدير. السادة الحضور، ورقتي إن شاء الله تكون بعنوان التمكين السياسي للمرأة في الأنظمة الديمقراطية مجتمعات دول الساحل والصحراء تشاد والكاميرون نموذجا. طبعا الإطار العام للتمكين السياسي للمرأة في تلك المنطقة التي سميت بدول الساحل والصحراء من حيث المفهوم، يعني جاءت هذه الورقة في مطلعها فتقول يعني مفاهيم تنمية المرأة منذ الخمسينات تبلورت في مفهوم التمكين في عقدة في مفهوم التمكين على مستوى المرأة في منطقة دول الساحل والصحراء بعد بداية التسعينات، وأعني بهذا التاريخ اللي هو بداية المنظومة الديمقراطية في تلك المنطقة. فتلاقت هذه الفكرة مع مفهوم التنمية، وعليه هذه الفكرة تحتاج إلى عملية إنجاح التنمية من أجل التمكين وتقوية أفراد المجتمع بصفة عامة من أجل تحقيقها. فتحتاج المرأة هنا بصورة خاصة لتقويتها وتحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة. فهناك يعني تجليات مختلفة لمسألة التمكين بالذات، فهذه التجليات تتمثل في عملية اجتماعية متعددة الأبعاد اللي هو نقصد بها الأبعاد،
والتجلي الثاني اللي هو العمليات التغييرية ثم التفاعلية ثم التنموية. فهنا نريد أن نقول ماذا نقصد بالتمكين السياسي؟ التمكين السياسي التمكين السياسي في هذا المفهوم نقصد به هنا إيه؟ يقصد نقصد به ممارسة السياسة والمشاركة في صنع القرار السياسي فضلا عن التمثيل في المكونات ذات العلاقة. فالتمكين السياسي مفهومه واسع وشامل ومضمونه يعتمد على شقين على حد علمي. الشق الأول هو تحرير وتعزيز الإرادة، وبينما الشق الثاني وهي إيه؟ الممارسة والمشاركة السياسية. إذن هذه الورقة يعني في الحقيقة أنها تتناول بصورة ميدانية أكثر من الجانب النظري، فتتحدث لنا عن الأنظمة الديمقراطية، الأنظمة الديمقراطية في مجتمعات الدول الساحل والصحراء. فهناك أنظمة متعددة، لكن هنا هذه الورقة إن شاء الله تبرز الجانب الديمقراطي الذي كان منذ مطلع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين تحديدا من عام 1990 الى 2020. فهذه الورقه تعالج اولا مفهوم التمكين السياسي، ثم وضع المراه في هذه المنطقه من حيث المشاركات السياسيه، اضافه الى ابراز مساله المشاركه السياسيه لهذه المراه في هذه المنطقه. فنجد المشاركه السياسيه في مساله الانتخابات الرئاسيه التشريعيه البلديه، ثم نجد هناك مشاركات في المجال الاقتصادي من حيث الجانب السياسي إضافة إلى دورها في المجال الاجتماعي والثقافي. وهذه الورقة إن شاء الله نذللها بمجموعة من المقترحات للخروج من المأزق التي تعاني منه هذه المرأة في دول الساحل والصحراء، ومدى دورها بصورة جدية وميدانية في عكس وتغيير الخارطة أو الاستراتيجية السياسية على مستوى المنطقة. إذن كل هذه نريد من خلالها أن يعني يتم تعزيز القدرات وتوظيف هذه القدرات من خلال المشاركة، وكذلك يساعد هذا الكلام في إمكانية التغيير والتأثير في الجوانب المتعددة في جميع المستويات، وخاصة المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي. إذن من خلال هذا الموجز نريد أن نقول أن مصطلح التمكين خلال العقدين الأخيرين ساعد في دعم حقوق الفئات المستضعفة في هذه المنطقة وتعزيز مشاركة هذه المرأة في المجالات المختلفة مثل تمكين المرأة والتمكين السياسي وتمكين الشباب وغيرها. فإذا رجعنا إلى أن يعني إلى مسألة التمكين السياسي لهذه للمرأة في هذه المنطقة، نستطيع القول أن هذه أن هذا التمكين جاء بجوانب متعددة ومجالات متعددة ساعد في تطوير المرأة ونهوضها من حيث من الريف إلى المدينة الكبيرة، ثم يعني إبراز وجودها في الجوانب السياسية المختلفة والجوانب الاقتصادية المختلفة. إذن من خلال هذا الكلام نريد أن نسرد هناك يعني موجز يؤكد لنا على أن المرأة في هذه المنطقة بالذات في أفريقيا جنوب الصحراء في دول الساحل والصحراء كان لها دور بارز، وهذا الدور يتمثل في العديد من المجالات فنجد المرأة في المجال القانوني أو المجال الدستوري الذي كفل لها أن تمارس حقوقها بصورة كبيرة وبصورة واسعة. تتمثل هذه القوانين سنيت قوانين مجموعة من القوانين والمراسيم أكدت على أن المرأة يجب أن تكون متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل في
هذه الأنظمة الديمقراطية. هذه القوانين يعني صارت بعد ذلك فيها مجموعة من القرارات، أصدرت فيها مجموعة من القرارات، وبالتالي هذه القرارات ساعدت بصورة كبيرة جدا في مسألة يعني وجود مكان لهذه المرأة ودورها في المجال السياسي من حيث الكفالة القانونية. هذا طبعا في المجال القانوني، فهناك مجموعة من القوانين والمراسيم سنيت. يعني هنا نموذجا مثلا الدولة التشادية في عهد الديمقراطية، يعني أصدر الرئيس الراحل للدولة التشادية مجموعة من القوانين والمراسيم تعطي حق المرأة من أجل المساواة، وخاصة ما نسميه بالكوتا أو النسبة، نسبة المشاركة. فلحسن الحظ ولضمن هذه السياسة الاستراتيجية حتى وصلت هذه النسبة التي تبلورت في مسألة القوانين التي أصدرت حتى على مستوى 50% من النسبة لمشاركة المرأة. وهكذا طبعا يعني كان دور المرأة في هذا المجال. فالحكومة والبرامج السياسية في هذه الأنظمة ساعدت ووضعت استراتيجيات مختلفة، وعلى غرار ذلك تم تكوين لجان ومنسقيات تساعد في وضع واقتراح السياسات العامة والخطط والمشروعات التشريعات التي تعزز عملية النهوض بالمرأة. وهناك دور بارز في هذا المجال، وهناك وثائق تثبت ذلك. إذن لتحقيق هذا الهدف المنشود اللي هو دور المرأة في مجال الدساتير والقوانين، ساعدت هذه القوانين في تنمية المرأة، وأعدت الدولة الاستراتيجيات الربع قرنية والخمسية والخمسينية لتمكين المرأة. ولماذا هذا الكلام؟ حتى جعلتها أن تكون لها المحور السياسي، المحور الأساسي في دورها في هذا المجال. ففي مجال مثلا السياسات والخطط على مستوى هذه الدول، استطاعت هذه الدول أن تجيز يعني تلك السياسات القومية في مجلس الوزراء، على مستوى الوزارات، على مستوى المراكز، على مستوى دواوين الدولة، إجازة كاملة في مسألة القوانين التي تساعد. إذن هذا في المجال القانوني. بينما في المجال السياسي أو المشاركة السياسية، وطبقا للقوانين التي أصدرت التي جعلت لهذه المرأة أن تكون لها نسبة بصورة 50%، هذه المرأة استطاعت أن تشارك في الانتخابات الرئاسية، استطاعت أن تشارك هذه المرأة في هذه المجتمعات اللي هي في الأنظمة الديمقراطية في مسألة التحول الديمقراطي، في الانتخابات التشريعية، في الانتخابات البلدية. فكان هناك نصيب كبير جدا للمرأة التشادية. يعني آخر الانتخابات الرئاسية في الدولة التشادية كانت عام 2020، ومن بين السبع مرشحين هناك امرأة مرشحة للانتخابات الرئاسية في الدولة التشادية. هذه كلها يعني تدل على أن لهذه المرأة وجدت مكانتها في الأنظمة الديمقراطية السياسية اللي على مستوى دول الساحل والصحراء. كذلك نجد المرأة يعني شاركت في الانتخابات التشريعية وفازت ولها نسبة كبيرة، ووجدت يعني أعداد معقولة جدا من حيث المناصب والكراسي، ومشاركتها كانت قوية جدا في هذا المجال. كذلك في الانتخابات البلدية وصلت المرأة حتى أن تكون عمدة لعاصمة جمينة، وعمدة للبلديات على مستوى الأقاليم وعلى مستوى كل هذا يؤدي على أن هذه المرأة شاركت وكان لها دور بارز في هذا الإطار. إذن المرأة في التشريعات الوطنية كان لها دور، وفي يعني كل ما يتعلق بالجوانب السياسية الداخلية حتى على مستوى تكوين الأحزاب السياسية، هناك رؤساء أحزاب من فئات النسوية في هذا المجال، وهكذا كان لهم دور في ذلك المجال. إذن لماذا كل هذا؟ لأن هناك اتفاقيات دولية ساعدت، يعني كانت دول الساحل والصحراء عضو في هذه الاتفاقيات الدولية، وهذه الاتفاقيات أسهمت بصورة كبيرة جدا، خاصة الاتفاقيات السبعة التي ساعدت في النهوض بحقوق الإنسان، وخاصة المرأة ومشاركتها في المجالات المختلفة، ومن بينها التمكين السياسي. إذن هذا في المشاركة السياسية. فإنما نجد في المجال القضائي قد كذلك نجد هناك
هناك نسبة كبيرة جدا من المرأة على مستوى دول الساحل والصحراء في أنها استطاعت أن تحتل مناصب متعددة كرئيسة محكمة كقاضية وهكذا، كان لها دور كذلك في المجال القضائي وهكذا في المجالات الأخرى من حيث الجانب السياسي. إذن هنا نريد أن نقول أن هناك صعوبات واجهت المرأة بصورة كبيرة جدا وبصورة خاصة دول الساحل والصحراء، بالذات دولة الكاميرون والدولة التشادية، نسبة لعدم تمكن المرأة من أنها لم تصل إلى درجات عليا وإبراز وجودها، رغم أن القوانين والدساتير التي أسهمت في وضع مكانتها. فمن بين هذه الصعوبات الحصار المفروض على مستوى عقلية الرجل ضد زوجته أو ضد المرأة بصورة عامة على مستوى، فهناك حصار طبعا من حيث الجانب الفكري، حيث هذا الحصار يعني فيما معناه أن هذه المرأة لا يجوز لها أن تشارك ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها ولا يجوز هكذا. فلذلك رغم ذلك أن هناك أن هناك إبراز ووجود واضح لهذه المرأة على مستوى دول الساحل في المشاركة والتمكين السياسي. الصعوبة الثانية التي تواجهها هذه المرأة في مسألة مشاركتها السياسية عبء الديون، يعني الديون، هناك الديون من قبل الدول الاستعمارية من قبل الدولة على مستوى على مستوى هذه المجتمعات، وبالتالي أن الرجل هنا في هذه المجتمعات هو المسيطر في كل ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية. إذن هذه الديون تؤثر سلبا في مسألة التنمية والتطور على مستوى وجود المرأة ووجود مكانتها في مشاركتها السياسية. الصعوبة الثالثة عدم فعالية المعونة الدولية، المعونة الدولية من حيث التركيز في الأولويات، وهذه كذلك يعني تؤدي إلى مسألة الاحتياجات الأساسية التي تجعل المرأة هذه أن تكون بصورة جدية في أن تكون يعني مكانتها بصورة واضحة. ارتفاع معدل الأمية، معدل الأمية خاصة وسط النساء بكل أشكاله، فنحن نعلم يعني تماما أن مسألة الأمية هذه طغت على مستوى مجتمعات دول الساحل والصحراء وخاصة الدول التي تحت تطور النمو، ومسألة الفقر المدقع الذي يعني منتشرا في هذه المنطقة جعل أن يعني أن يحتل الثالوث المدمر للإنسان الإفريقي أو للمرأة الإفريقية على مستوى دول الساحل والصحراء، ولا يجعل لها مكانة كبيرة في هذا النمط وأن تكون لها مكانتها السياسية. من الصعوبات كذلك ارتفاع نسبة الفقر خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات، ونحن نعلم أن دول الساحل كلها مليئة بالنزاعات والصراعات المتكررة، وطبعا يعني هنا شاد أكثر نزاعا من دولة الكاميرون في هذه المنطقة، ورغم ذلك أن هناك أن هناك إشكاليات تعاني منها الكاميرون في مسألة الجماعات المسلحة والجماعات التي لا تترك يعني هذه الدول أن تتطور نسبة يعني بالرغم من أن هناك مكافحة يعني مكافحات بصورة مستمرة وتحالفات ضد هذه الجماعات وضد كل هذه يعني جعلت أن تكون هناك استراتيجية للخروج من هذا المأزق، لكن كصعوبة أن مسألة الفقر هذه أعاقت مسألة تطور والنهوض بمسألة المرأة. الصعوبة قبل الأخيرة وهي الأمية التقنية وضعف قاعدة المعلومات وتوفير الموارد اللازمة وخاصة في مجال التنمية الريفية للمرأة الإفريقية بصورة عامة و المرأة في المنطقة منطقة الدراسة. إذن مسألة الأمية التقنية هذه من الأشياء المهمة التي لم تجعل هذه المرأة أن تكون على مستوى حتى يعني تؤدي دورها بصورة كبيرة. إضافة إلى ذلك من الصعوبات الآثار السالبة للنزاعات المسلحة التي انعكست على المرأة والأسر التشادية الكاميرونية على مستوى دول الساحل والصحراء، إذن هناك آثار سالبة نسبة للنزاعات والصراعات المكررة على مستوى النزاعات المسلحة وغيرها من الأنماط. إذن يعني هنا نريد أن نقول أن للمرأة دور فاعل رغم هذه الصعوبات، لكن استطاعت هذه المرأة أن تؤدي دورها بصورة كبيرة
في مسألة يعني وجودها سياسيا. إذن ننتقل إلى المحور الأخير وهو إيه؟ يعني من أجل تعزيز الدور القيادي للمرأة لا بد بالإشارة يعني للنقاط الآتية أو الاهتمام ببعض النقاط. أولا يعني ضرورة دعم عمليات التحول الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة. هنا يعني هذه ضرورة من الضروريات أنه يجب أن ندعم مسألة التحول الديمقراطي ومفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة. النقطة الثانية الاهتمام بنشر ثقافة الديمقراطية وعدم التمييز والحق في الاختلاف والتعددية وقبول الآخر، وهذه كلها تؤدي إلى زيارة النسيج والنوع الاجتماعي. إضافة إلى ذلك ضرورة التعريف بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة حتى يكون لهذه المرأة دور بارز في هذا المجال. مشاركة المرأة في الانتخابات النزيهة التي تضمن التداول السلمي للسلطة، ويعني حتى يكون لها إيه؟ تكون لها مكانة ديمقراطية. كذلك ضرورة دعم المرأة في جميع حملاتها الانتخابية وتمويل الذين اللواتي ترشحنا على مستوى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وغيرها. ضرورة اهتمام المرأة بالشأن العام بالقدر نفسه في جميع القضايا، في جميع القضايا وخاصة القضايا ذات إيه؟ ذات النموذج السياسي. مسألة التراكم في العمل السياسي وكل هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى يعني التدريب بصورة مستمرة على العمل السياسي لمراحل مبكرة يعني حتى تكون لهذه المرأة مساندات بصور مختلفة. كل هذه نريد أن نقول أن يعني للمرأة لا يمكن للمجتمع أن يحقق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد إذ لم يكن للمرأة دور في صياغة القرارات المتعلقة بحياتها الخاصة والعامة، وإذا لم تأخذ حصتها من الأعمال المهنية والإدارية والاقتصادية، وإذا لم تشارك في مؤسسات السلطة في مختلف المستويات وفي مؤسسات صنع القرار، فتمكين المرأة بات بشكل التحدي الأهم لتحقيق التنمية على أساس المشاركة والفرص والفرص المتساوية. إذن يعني نخلص هذه الورقة بمجموعة من المقترحات بصورة عامة لتمكين المرأة سياسيا. إذن هذه المقترحات نجيزها في النقاط التالية: أولا الاستمرار في المحافظة على التمثيل النسبي للنساء في جميع المستويات، في جميع المستويات سواء المستوى البرلماني أو المجالس أو البلديات، وزيارة حصتها والتمثيل النسبي ليحقق العدالة على مستوى كل دول الساحل والصحراء. اثنين اعتماد نظم الحصص لتمكين المرأة سياسيا في الانتخابات الرئاسية البرلمانية البلدية وغيرها طبعا، لكن مسألة الحصص هذه طبقت في الدولة التشادية منذ عصر الرئيس الراحل المارشال إدريس ديبي إتنو، حيث استطاع أن يسن بعض القوانين نسبة لكي تصل المرأة في مكانة عالية، وكانت هذه القوانين على مستوى 50%. وربما أنكم تتابعون الحركات السياسية والعمليات السياسية لنشاط المرأة، خاصة المرأة الأولى في عهد المارشال إدريس ديبي إتنو ومكانتها على المستوى الإقليمي والدولي. التوصية الثالثة إعادة النظر في قوانين الانتخابات بصورة كاملة للحيلولة دون تكريس يعني بعد ابتعاد المرأة من هذا الكيان. رابعا إعادة النظر في قوانين الجمعيات والتكتلات السياسية لتطويرها وتفعيل دورها في المشاركة السياسية. إذا مسألة التكتلات والجمعيات هذه يعني ضرورة النظر فيها، لأننا نجد الرجال أكثر من النساء في هذا النموذج. خامسا تبني سياسة وبرامج لتعزيز تمثيل النساء في كل أجهزة السلطة السياسية الحاكمة من أحزاب سياسية موالية ومعارضة وغيرها من هذا المجال. وأخيرا يعني تسخير الإعلام بكافة أشكاله حتى يلعب دوره التنويري من خلال توظيف الرسالة الإعلامية لتوعية المجتمع مما يساهم في تغيير الأنماط السائدة على النساء عبر وسائل الإعلام وعدم اقتصارها على أدوار معينة.
فالإعلام يعني بكافة وسائله يلعب دورا مهما وحيويا في تشكيل وبلورة الاتجاهات المختلفة نحو قضايا المرأة الإفريقية بصورة كاملة، وتفكيك مشكلاتها وتوجيه الجمهور تجاه السلوكيات التي تساهم في تمكين المرأة ودمجها في الحياة العامة للمجتمعات الإفريقية. إذن نريد أن نخلص ونقول أن المرأة على مستوى دول الساحل والصحراء يعني في الأنظمة الديمقراطية التي مرت بهذه البلدان كانت لها مكانة، لكن هذه المكانة لم تكن بالشكل المطلوب نسبة للأمية المتفشية على مستوى المرأة، ونسبة لأنها لم تصل إلى هذه المكانة رغم أنها وجدت حقها قانونيا وسياسيا وفي جميع البرامج السياسية على مستوى كل الحكومات. لكم مني جزيل الشكر والتقدير على حسن الإصغاء، السادة الحضور، السادة العلماء، السادة الدكاترة، شكرا لكم مني جزيل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي لقاء آخر في محافل وندوات دولية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور إبراهيم برما من دولة شاد الشقيقة، والآن مع كلمة الأستاذة الدكتورة منال البلقيسي، أستاذ نظم المعلومات المساعد وخبير تكنولوجيا المعلومات بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، وتتقدم بمشاركة بعنوان المرأة من مصر. فلتتفضل الأستاذة الدكتورة منال البلقاسي. الدكتورة منال، موجودة بس عندها مشكلة في الصوت. ثواني بس، ثواني. دكتور هاني، أيوة ثواني بس، ثواني. مع كلمة سيادة العميد محمد يوسف موسى، محاضر ومستشار سياسي بالأكاديمية الإدارية، بمشاركة بعنوان المرأة والشأن السياسي في الوطن العربي. فليتفضل سيادة العميد بالكلمة. سيادة العميد محمد يوسف، تمام كده غنم الصوت؟ الصوت واضح، الصوت بعيد، الصوت بعيد يا جماعة. الصوت كده عندي على الآخر. حضرتك قرب شوية على اللاب، او لو في تليفون يبقى افضل كده. ما هو على التليفون، ما هو على اخر عندي صوت. طيب اتفضل ساتر فن. مساء الخير، جميعا حضراتكم على هذه الدعوه الكريمه الغاليه، كل التحيه والتقدير والامتنان لحضراتكم اخوه اعزاء. سعيد جدا بوجودي معاكم في وسط هذه الكوكبة الغالية، كوكبة جامعة سليمان الدولية، كوكبة مستنيرة وتنير الطريق لثقافات وأصول وعراقة الوطن العربي وعاداته وتقاليده وآماله وأحلامه وطموحاته. سلم الله الوطن العربي من شرور الحاقدين. السلام عليكم. معالي الدكتور، معلش أنا آسف بقاطع حضرتك، الصوت واطي، صوت حضرتك واضح بس واطي، صوت في مشكلة. أنا مش عارف، يعني مش عارف، الصوت عندي الصوت كويس جدا، أنا يعني صوتي أنا قدام الموبايل.
واضح كده؟ الصوت واضح يا دكتور هاني، الصوت واضح. يعني هو واضح واضح، احنا نسمع واضح معقول يعني لا بأس. يعني الصوت لا عالي ولا واطي، يعني هو الصوت واضح. داخل الدول وخارجها، ويمكن ده أفسح المجال بشكل كامل في مشاركتها في الحياة العامة كعامل أساسي. وكده بيأكد أن المجتمع لا يمكن أبداً أنه يحقق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد دون أن يكون للمرأة دور في صياغة القرار. من هنا بدأ يمكن دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في الحياة السياسية، ده موضوع كمان مهم جدا ويعني مهم يعني غاية الأهمية هذا الموضوع. يمكن استحوذ على إلقاء الضوء عليه من قبل الناشطين في مجال الديمقراطية، في مجال حقوق الإنسان والمواطنة، ويمكن في أواخر العام الماضي تحديدا زاد يمكن الوعي العالمي بقضايا المساواة والتمكين والديمقراطية. كمان يمكن أقرت غالبية الدول العربية على صكوك دولية يعني تعني بضمان حقوق الإنسان ومن خلالها الحقوق الأساسية للمرأة، واللي يمكن ضاعت على عقود سابقة كتيرة. أيضا يمكن تم يعني إدراجها في معظم دساتير البلاد العربية، ويمكن تم وضع آليات دقيقة ووطنية علشان تدعم مشاركة المرأة في كل المجالات. ومن هنا لازم نأكد على النجاحات اللي اتحققت والخطوات الإيجابية المتطورة اللي يمكن دعمت المرأة المصرية والعربية، وإزاي يمكن تم تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يمكن خلال السنوات القليلة الماضية، ولا زال حتى هذه اللحظة يستمر دعم المرأة بشكل ثابت، وإن شاء الله يفضل زي ما هو الدعم ويستزيد خلال الأعوام القادمة. كمان لازم نذكر إن من يمكن أهم المكتسبات اللي أدت المرأة دور يعني حقوق يعني كثيرة، إنها يمكن أصبحت يعني في التمثيل النيابي، وعندنا الكلام ده يمكن في مصر، وده جاء من خلال يعني حصولها على الكثير من المقاعد البرلمانية في المجالس البرلمانية، وبزيادة كبيرة جدا غير مسبوقة بالمقارنة بالعقود الفائتة. وبكده لازم نقول إن النساء العربيات كمان صنعنا التاريخ يعني داخل دولهم، وكانت لهن إنجازات عظيمة. لو إحنا هنتكلم على مصر، عندنا تاريخ طويل جدا للنساء المصريات، ويمكن هأخص بالذكر تحديدا الأميرة فاطمة كريمة الخديوي إسماعيل، هذه السيدة الفاضلة اللي كان ليها الفضل الأول في إنشاء الجامعة المصرية، ويمكن ده جه من تبرعها بمجوهراتها وأموالها علشان تدعم الفكرة وتنفذها. ودي كانت أول جامعة حديثة في مصر والوطن العربي كله، هي جامعة القاهرة اللي قامت ببنائها على نفائسها الخاصة. لو مثلا اتكلمنا على الفن، عندنا كوكب الشرق السيدة الفاضلة أم كلثوم اللي يعني تربعت في قلوب كل الوطن العربي بكل فئاته، مش بصوتها العذب فقط، ولكن كمان علشان دورها الوطني الكبير ودعمها دايما بفنها الأصيل لمصر. ويعني كانت دائما وابدا بتذهب لكل دول العالم علشان تقيم حفلات، ومن خلال هذه الحفلات كانت يعني بتتقاضى اموالا كانت يتم وضعها بالكامل في صندوق الدوله المصريه علشان يعني تدعم الدوله المصريه وتدعم الجيش المصري في هذه الفتره. لو اتكلمنا على السياسه تحديدا، عندنا نماذج كبيره جدا المفروض انها يحتذى بها على مستوى الوطن العربي، زي السيدة جميلة أبو حريت، واللي يمكن جسدت شخصيتها برضك الفنانة العظيمة ماجدة الصباح المصرية في فيلمها الشهير، وكان ليه صدى يعني غير مسبوق يمكن في أرجاء الوطن العربي كله. السيدة جميلة أبو حريت كانت من الأبطال النادرين للمقاومة الجزائرية خلال احتلال بلادها من قبل الفرنسيين، ويمكن فضلت أيقونة. وكانت يعني يمكن في هذه الفترة ما وصلتش لسن العشرين، لكن أصبحت برغم سنها الصغير وبرغم مقاومتها ومشاركتها الفعالة في المقاومة الجزائرية أصبحت رمز للثورة الجزائرية، ثورة المليون شهيد. وكلنا كمان
عارفين ان يمكن تم القبض عليها سنه 1957 وتم محاكمتها علنيا، وده كان كمان بخلاف يعني التعذيب الوحشي اللي تعرضت ليه وسبب ليها يمكن عاهات كثيره مستديمه داخل جسمها. لازم كمان نذكر السيده خديجه عريب، يمكن اول رئيسه برلمان اوروبي، وطبعا من الاسم ده يبين لنا انها من اصول عربيه، وكمان اول عربيه مسلمه فازت برئاسه البرلمان الهولندي. ويمكن هذه السيده يعني هجرت مع اسرتها من المغرب لهولندا قبل ان تكتمل العام ال 15 ليها، وعلشان في يوم من الايام تكون اول رئيسه لبرلمان في دوله اوروبيه. كمان لازم اذكر السودان الشقيق، السودان الشقيق يمكن من عندنا فيها السيده فاطمه عبد المحمود، واول سيده سودانيه بتترشح لرئاسه الجمهوريه، وكان ده يمكن سنه 2015. السيده دي يمكن حصلت على بكالوريوس الطب البشري من جامعه موسكو، وترقت في الكثير من المناصب، وكان ليها دراسات بحثيه كانت مسار للعالم كله، وده اللي خلى القياده السياسيه في السودان في التوقيت ده انها تستعين بها كاول وزير الدوله للصحه والرعايه الاجتماعيه، واول امراه يمكن دخلت البرلمان في هذا التوقيت، واخيرا كانت من ضمن المرشحين للرئاسه في السودان الشقيق. يعني خلينا نقول انها مسيره طويله وكبيره ومشرفه للمراه العربيه، ونتمنى انها تستمر وتتبوأ المناصب العليا، ودائما تشترك في دولها في اتخاذ القرار الصائب الذي يخدم مصالح الدول، الذي يخدم المصالح العامه للشعوب العربيه. وفي النهايه انا ارجو ان انتم تقبلوا اعتذاري على الاطاله، واشكركم على الدعوه الكريمه، شكر جزير ليكم جميعا، وفقنا الله واياكم الى خدمه وطننا الغالي والوطن العربي كله جميعا، امين يا رب. كل الشكر والتقدير لسيادة العميد محمد يوسف على مداخلته الراقية. والآن مع كلمة الأستاذة الدكتورة منال البلقاسي، أستاذ نظم المعلومات المساعد وتكنولوجيا المعلومات بالمعهد العالي لإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ. مشاركة عفوا دكتورة للدخول. يعني الدكتورة منال، سمعني؟ ألو، صوتي مسموع؟ واضح معالي الدكتور. الدكتورة منال البلقاسي ستدخل في الجلسة الثانية دلوقتي كده. احنا دكتورة نسرين انتهينا من الجلسة الأولى اللي كان فيها دكتورة نداء والدكتور إبراهيم ومعالي العميد محمد يوسف، والآن حضرتك قدمي الدكتورة علا الزيات، أستاذة الدكتورة علا الزيات هتعقب على الثلاث مداخلات. فلتتفضل الأستاذة الدكتورة علا الزيات بالتعقيب على المداخلات السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على آله وصحبه أجمعين. كل التحية والتقدير لجامعة سليمان بدءا من رئيسها دكتور مصعب الجمل والأستاذ الدكتور هاني جرجس عميد كلية العلوم السياسية، مرورا بجميع السادة منسوبي هذه الجامعة الواعدة، ووصولا إلى جميع السادة المشاركين في هذا العرس العلمي الكبير الذي جاء فيه الباحثين من المحيط إلى الخليج، من الجنوب إلى الشمال، يشاركون في الندوة العلمية الكبيرة بشأن التمكين السياسي للمرأة. حقيقة يا سادة، تابعت مع حضراتكم مشاركة السادة الباحثين، الأستاذة الدكتورة نداء صادق من العراق، والدكتور إبراهيم بورما أحمد، والسيادة العميد محمد يوسف موسى. وكنت في قمة تركيزي وأنا أستمع لهذه الأوراق الثلاث، لهذه الورقات الثلاث. حقيقة استمتعت كثيرا واستفدت وتعلمت الكثير والكثير، فخالص الشكر والتقدير للسادة الباحثين والزملاء في المحافل العلمية
وعلى وجودكم بيننا، ولكن اسمحوا لي في مداخلات بسيطة جدا. الأستاذة الدكتورة نداء عندما تحدثت عن الوعي والاغتراب بقضايا المرأة والتمكين السياسي للمرأة، وحقيقة لمست جميع مشاكل المرأة واستطاعت أن تختزلها جميعا في مقولة واحدة، وهي الاغتراب وتزييف الوعي وغياب الوعي بقضايا المرأة، ومن ثم كان ما كان من أزمة المرأة في التمكين السياسي. ولكن إذا كانت الدكتورة نداء معنا، أنا لي ملاحظتين فقط إذا سمحت يا دكتورة نداء. الملاحظة الأولى مرتبطة بمصطلح حضرتك استخدمتيه وكررتيه، وكثير من الباحثين يستخدمونه من دون قصد نظراً لأنه انتشر في الكتب والمراجع، ألا وهو مصطلح الخلق. فكما نعلم وتعلمون جميعاً بأن مصطلح الخلق هو صفة إيجاد الشيء من عدم، ومن يستطيع هذا هو واحد فقط، هو الله عز وجل. فأرجو من حضرات السادة الباحثين برجاء عدم استخدام هذا المصطلح عندما نقول خلق بنية جديدة. خلق هذا مصطلح دارج ومنتشر، وهو في أصله خطأ، لأن الخلق صفة قاصرة على الحق عز وجل، حيث أنه الوحيد القادر على إيجاد الشيء من عدم. ومن ثم نستخدم مصطلحات بديلة، لأن اللغة العربية وكذلك كل لغات الأرض سرية بما لديها من مصطلحات تعطي ذات المعنى. فمثلا نقول إنتاج، بناء، إعادة تجديد، وهكذا. فالمصطلحات كثيرة تؤدي ذات المعنى. دي رقم واحد. رقم اثنين، الدكتورة نداء قالت بشأن الاغتراب بأنه مصطلح جديد. هو ليس مصطلح جديد يا دكتورة نداء، وحضرتك قلت في ذات البحث وذات الورقة بأن الذي أول من تحدث عنه كان هيجل. الألينيشن معروف أنه مصطلح من لب علم الاجتماع ومن لب الفكر المادي التاريخي ومن صميم الاتجاهات الماركسية، ومن ثم فهو ليس بالمصطلح الجديد وليس بالمصطلح الحديث، هو الاستخدام والوجود والنشأة والانتشار منذ القرن الـ18 وليس وليد الساعة. ولكن ورقة الدكتورة نداء بصراحة ورقة علمية رصينة سلطت الضوء على الكثير من قضايا المرأة، واستطاعت أن تختزلها في غيبة الوعي بقضايا المرأة وتزييف الوعي المجتمعي، وأن أكبر معوق للمرأة هو الثقافة المجتمعية. أما أستاذنا العزيز الدكتور محمد، كانت الورقة الثانية كانت للدكتور إبراهيم. يعني حقيقة نرحب ترحيب خاص جدا بكل إخواتنا وأهلنا من القارة السوداء، قارة إفريقيا الجميلة. وأن تسليط الضوء يا دكتور على المرأة وتمكين المرأة سياسيا في القارة الإفريقية حقيقة كان طرحا ممتازا وعظيما، واستطعت أن تنتقل فيه من دولة إلى أخرى على قدر المتاح والمستطاع، وأبرزت وكأن المرأة الإفريقية استطاعت أن تصل إلى العنان. ولكن الحقيقة أن هناك مواجهات كبيرة جدا بشأن تمكين المرأة سياسيا وبشأن مشاركتها. كذلك ورقة سيادة العميد الدكتور محمد يوسف موسى، وأن تحدث عن ضرر التاريخ المصري العريقة بدءا من أم كلثوم وقبل أم كلثوم، وجود القيادات المصريات اللامعات في تاريخ مصر، وهن أيضا إفريقيات وننتمي جميعا لإفريقيا قارتنا العزيز ماشي. والتسليط الضوء على هذه الضرر الجميلة وكيف استطعنا أن يقودنا الحياة السياسية والفكر السياسي. ولكن يا سادة، مشاكل المرأة كثيرة وتحدياتها كثيرة بشأن المشاركة السياسية. أنا لحد كده خلصت، وأنا بشكر جدا جدا السادة اللي تقدموا في الجلسة الأولى بأوراق عمل، وعلى تواصلهم مع الجامعة، وعلى مشاركتهم في أول عرس ومحفل علمي كبير وهو ندوة التمكين السياسي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا دكتورة سناء، لو تسمحي لي بالرد على الدكتورة علا بنصف دقيقة. تفضلي. الو يا دكتورة نداء، تفضلي.
شكرا عزيزتي. دكتوره علا، انا شاكره لملاحظاتك القيمه، لكن انا لم اقل ان الاغتراب هو جديد، انا قلت الاغتراب السياسي. وهيجل تكلم عن علاقه الفرد بالدوله وماكس فيبر، لكن لم يذكر الاغتراب السياسي. مصطلح الاغتراب السياسي هو الحديث، اما الاغتراب النفسي والاجتماعي فهو قديم ومنذ قرون. ثانيا، بالنسبه الى موضوع الخلق، ملاحظتك رائعه وجميله جدا جدا، وفعلا هي من الاخطاء الشائعه الوارده في الكتب، لكن اعتقد ان بها بعض الجوانب من الصحه. مثلا احنا لا نقصد خلق من العدم، خلق انسان او خلق اشياء اخرى، ولكن القصد ان مثلا الرأسماليه تعتبر شيء جديد، مثلا العولمه تعتبر شيء جديد، وقد يصح عليها كلمه خلق. كذلك بالنسبه الى ايجاد بنى اجتماعيه او سياسيه او اقتصاديه، اعتقد في بعض الامور قد نحتاج الى هذا الجانب، لان قد تكون الخلق والخلاقه بمعنى الشيء المبدع الجديد، وليس التدخل في الحكمه الالهيه والسر الالهي. شكرا جزيلا لمعاليك دكتوره علا، وشكرا للمستمعين، تحياتي. شكرا لسيادتك دكتوره نداء، اهلا وسهلا بك. نشكر دكتورة نداء ونشكر الدكتورة علا زياد على هذا التعقيب الأكثر من رائع، لك منا كل التحية دكتورة علا. والآن نبدأ بالجلسة الثانية مع كلمة الأستاذة الدكتورة منال البلقيسي، أستاذ نظم المعلومات المساعد وخبير تكنولوجيا المعلومات بالمعهد العالي لإدارة تكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ. فلتتفضل دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الصوت يكون واضح يا دكتور. الصوت واضح؟ واضح يا دكتور. تمام. واضح جدا. بحيي معالي الدكتور هاني والدكتورة علا والسادة القائمين، وبحيي الجامعة الراقية المحترمة، معالي رئيس الجامعة وفريق العمل الراقي جدا. بشكركم على هذه الإضافة. الموضوع اللي أنا هتكلم فيه الحقيقة الريليشن أو العلاقة بين مصطلحين. المصطلح الأول هو الأوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي، بمعنى الواقع الافتراضي والواقع المعزز. دول واقعين احنا بنتعامل وياهم دلوقتي كتكنيك أو كتقنية في مجال نظم المعلومات. وأنا عايزة أقول التقنيتين دول لما أدمج بينهم هيدعموا المرأة فيه. إحنا عارفين أنه أنا كمرأة أو كطالبة علم أو كإنسان عليه مهام وأدوار وصعاب كبير جدا جدا بيقوم بيها، سواء الجانب الأسري أو الجانب الوظيفي والجانب البحثي. التلات جوانب دول خطيرين جدا جدا، والمفروض أنه على المرأة أنها تقوم بهذه الأدوار بتناغم، تنجح في بيتها، تنجح في وظيفتها، وتنجح كباحث علمي. التقنيتين دول سواء كان الأوجمانتد رياليتي أو الفيرتشوال رياليتي بيقولوا أنه أنا وأنا في بيتي وأنا في شغلي عندي مالتي تاسكينج، عندي مجموعة من تعدد المهام، إزاي أنا أقدر بالواقع المباشر اللي أنا موجودة فيه في البيت أو في الوظيفة أبعت أفاتار بمعنى المجسد بأدوار أخرى أو مهام أخرى وأنا موجود في مكان آخر، بمعنى أن أنا إزاي في مكان أقوم بمهام أخرى. طيب، هذه التقنية جت من حاجة اسمها الميتافيرس، الميتا تكنولوجي، الميتا جراف، الميتا مايكروسوفت، معناها ما وراء الطبيعة، الإنفينيتي، ما لا نهاية، لا عندك بداية ولا عندك نهاية للتواجد أو للمهام اللي ممكن تقوم بيها. وبناء عليه أنا كانت نقطتي البحثية كأستاذ مساعد في تخصص نظم المعلومات وبجهز الأستاذية، عايزة أدرس إزاي أنا أقدر أجمع بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي وأدمج بينهم الاثنين، بحيث إن أنا أسهل على المرأة كعضو فاعل في جميع المؤسسات في جميع المهام اللي بتقوم بيها إزاي تستفيد من هذه التقنية في أنها تخلق واق مش تخلق، في أنها تقدم وظائف إضافية وتجمع بين أكثر من وظيفة في نفس الوقت، وبالحصول على الكفاءة والفعالية والتنظيم وإلى ما لا نهاية. طيب، ما هي الميتا تكنولوجي اللي أنا بقوم بيها؟ بقوم إن أنا ببدأ يوم 8 صباحاً أو 7 صباحاً أو قبل كده، بشوف التايم تيبل اللي موجود عندي،
ببدا يكون عندي موبايل حديث او لابتوب كريكويرمنت او كمكونات ماديه، لازم يكون عندي باكج من الانترنت تصلح ان انا استخدم السمارت ديفايس او المكون المادي الذكي وعليه باكج انترنت، بجهز الداتا بتاعتي. عندي مجسد او مجسم كنا بنشوفه في الجيم بروجرامنج السابقه او الان اللي بيلعبها الشباب، هذا المجسد بعمل فيه ايه بس عشان يبقى عارفين؟ بشوف انا الفيس بتاعتي، بلبسه الزي بتاعي، بلبسه جاكيت، بلبسه بدله، بلبسه الزي اللي انا عايزاه اللي بيتناسب مع السيتويشن او الموقف. هذا المجسد ببعته كانه انا بتكلم، كاني انا بقول الداتا اللي عندي، انا محاضر عضو هيئه التدريس وانا في بيتي او انا في احد الجامعات، بتواصل مع الستودنتس مع الطلاب بنفس وبشكلي من خلال الافاتار بنفس الطريقه اللي بقعد بيها وبتكلم فيها، بلبسه نفس النظاره، بلبسه نفس الحجاب، بلبسه نفس الاكسسوارز، بدعمه بكل الداتا اللي موجوده عندي، وبناء عليه انا في الحاله دي بقدر ان انا اتخلص من عبء الزمان والمكان، وبجهز الداتا بتاعتي وببعت ما يسمى بالافاتار او بالتكنولوجي اللي بيقوم بكل اللي انا عايزاه مع الحفاظ على تعدد المهام وتقليل عبء الوقت والمجهود والتغلب على الصعوبات اللي ملقاها على عاتق المرأة. طيب انا لما هعمل الجزئية دي في الحالة دي انا هقدر ادي اكتر من مهمة في نفس الوقت. طيب ما هي متطلبات هذا الافاتار؟ متطلباته انك تشتريه، متطلباته ان يكون هو عندك، هل هو صناعه محليه؟ لا هو مش صناعه محليه. متطلباته انك بتلبس ما يسمى بالسمارت جلاس او النظاره الذكيه اللي بتنقلك من الواقع اللي انت موجود فيه الى الواقع الفيرتشوال او الافتراضي، وفي الحاله دي هذا الافاتار بيمثل البيرسوناليتي كامله او الشخصيه بتاعتك كامله، بالمشاعر، بالتواصل مع الزملاء، مع فريق العمل، هو بيمسك الكراسه بتاعتك، بيمسك اللابتوب، بيمسك القلم، بيتواصل معك بكل التكنيك بتاعك بشرط انك انت تنقل الواقع بتاعك كما هو. طب انا كامراه هستفيد بشكل كبير جدا جدا، لانه هيديني متسع من الوقت، متسع من الامكانيات ان انا ادي جميع المهام بتاعتي. النقطه اللي بركز عليها ان هذه الندوه مهمه جدا، بمكنها سياسيا، بتزود المعلومات، بتزود المعارف، بتزود المهارات، وفي نفس الوقت بتديها امكانيه انها توفر الوقت والمجهود، بس فيها مجموعه كونديشن او شروط. ما هي؟ امتلاك التكنولوجي، السيطره عليها، الجزئيه الاهم من ده انه هل انا مجهز انه انا ابعت افاتار؟ هل انا لابس الزي المناسب ولا لا؟ هل عندي امكانيه ان انا اجهز هذا الافاتار بالنسبه لي ولا لا؟ دي كلها كانت مجموعه من الامكانيات. النقطه البحثيه بجمع بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي، هل انا بمتلك تكنولوجيا مناسبه؟ هل انا بمتلك العلم؟ هل الستودنتس او الناس اللي انا بتواصل وياهم هيكون عندهم إمكانية للتواصل وامتلاك المعلومة واستقبالها بشكل مناسب؟ هل إحنا في البيئة العربية جاهزين لهذا الوضع؟ اللي عايز أقوله إن من دلوقتي ومن فترة سابقة لا، بالفعل إحنا بنتعامل مع الواقع المجسد من خلال فيسبوك، من خلال إنستجرام، من خلال مايكروسوفت، من خلال شركات أدوبي في القطاع التكنولوجي بتاعنا، لكن شعرين بيه بدرجة أقل. فكانت هذه هي النقطة البحثية اللي ممكن إن المرأة تستفيد بيها في الوظيفة البحثية، في الوظيفة، في حياتها العملية، في حياتها الأسرية، إنها تؤدي أكثر من مهمة في نفس الوقت. لكن زي ما قلنا عندي مجموعة من الريكويرمنت اللي أنا المفروض أخدها، كمان عندي مجموعة من البوليسيز، عندي مجموعة من الويرنين أو الكريتيريا، المعايير اللي لازم تتاخد في الاعتبار، الأخلاقيات، إن أنا لابس اللبس بتاعي المناسب أو لا. دي كانت النقطة البحثية اللي أنا بتناولها وحبيت إن أنا أقدمها وأشير ليها، لأنها ممكن تنفع كتير جدا 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 المرأة العاملة، وخاصة المرأة الباحثة في مجال الماجستير، في الدكتوراه، في الأستاذية، في غيره. هتزود من السكيلز، هترفع من الإمكانيات بتاعتها بشرط امتلاك التكنولوجي. بتمنى ما تكونش طولت على حضراتكم، لكن بتمنى الفكرة تكون وصلت. وطبعا لو في أي استفسار أو أي استعلام عن هذه النقطة أنا في انتظار أسئلة حضراتكم. شكرا جزيلا دكتور هاني، شكرا جزيلا للسادة الزملاء،
وبتمنى اكون وفقت في عرض المعلومه. شكرا جميعا، تفضل. شكرا جزيلا للاستاذه الدكتوره منال البلقاسي، لك منا كل التحيه على هذه الكلمات القيمه التي استفدنا منها كثيرا، نشكرك جزيل الشكر. شكرا. والان مع كلمه الاستاذه الدكتوره فاطمه حسين سالومي، استاذ مساعد بكليه العلوم السياسيه جامعه سليمان الدوليه، ومشاركتها بعنوان التمكين السياسي في المجتمع، المرأة العراقية نموذج. من دولة العراق الشقيقة تتفضل الأستاذة الدكتورة فاطمة حسين. الدكتورة فاطمة، الأستاذة الدكتورة فاطمة موجودة معانا حضرتك؟ ثواني ثواني نشوفها. موجودة فعلا، موجودة موجودة فعلا، بس الصوت انا بكتب لها هو تفتح الصوت. انا موجوده. تفضلي. تمام تمام. نعم تمام. الان صوتي مسموع؟ مسموع يا فاطمه. مسموع يا دكتوره، تفضل. نعم. طبعا بداية شكر جزيل لجامعة سليمان الدولية، متمثلة بالبروفيسور الدكتور مصعب الجمل، وأيضا شكر الجزيل للأستاذ المساعد الدكتور هاني جرجيس عميد كلية العلوم السياسية، والتقديم المتميز الدكتورة نسرين كامل، وإلى كل النخبة الطيبة من الأساتذة الكرماء جميعا بمختلف دول الوطن العربي. طبعا التمكين السياسي للمرأة اللي هو عنوان مداخلتي في مجتمعات العالم الثالث، واختيار المرأة نموذجا، حقيقة تعرفون عملية التمكين، والكثير يعتقد أنه التمكين تنطبق على المرأة فقط، في حين هي إذا جئنا بالتفسير تأتي على الرجل والمرأة في آن واحد. إذن التمكين السياسي في المجتمع المرأة العراقية نموذجاً، وتحديداً مجتمعات العالم الثالث، تأخذ أبعاد وتداعيات متعددة، لكن قبل أن أذكر هذه التداعيات المتعددة لابد منه أبين الهدف من هذه المداخلة تحديداً، ولماذا تم اختيار المرأة العراقية. الهدف الأساس طبعاً هو بيان أساسيات تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال التأكيد على حق المرأة بتحقيق الهدف للوصول إلى الهدف الصحيح الذي ترغب به المرأة. لكن ما هو التمكين؟ هنا السؤال، نتحدث عن التمكين التمكين التمكين، لكن ما هو التمكين بالمرأة؟ لغة تأتي من مكن، أي سعى إلى تمكينه، والتمكين من الشيء أي جعله متمكناً من النجاح، وهو تمكن الفرد من الشيء، يعني الفرد هنا أقصد به الرجل والمرأة في آن واحد. بنفس الوقت هو العملية التي تصبح من خلالها المرأة فردياً وجماعياً واعية بالطريقة التي تؤثر من خلالها ظهور علامات القوة في حياتها، فهنا تكتسب الثقة والقدرة على التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل.
وفي الوقت نفسه طبعاً يعرف التمكين هو القدرة الروحية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والمجتمعات. من هنا يأتي مصطلح التمكين أو ينبع مصطلح التمكين إلى علم النفس المجتمعي الأمريكي، ويرتبط تحديداً في يعني إلى العالم الاجتماعي جوليان رابورت عام 1981. هنا هذا العالم فسر عملية التمكين على أنه العملية الآلية التي يكتسب من خلالها المجتمع السيادة في حياة البشر، وغالباً ما يتناول التمكين أعضاء الجماعات التي تم استبعادهم من خلال عملية التمييز الاجتماعي. وفي الوقت نفسه أيضاً هو القدرة التي تتيح للمرأة القدرة على اتخاذ القرارات. يعني ما دمنا نتحدث عن المرأة، إذن هو القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تكسب المرأة قوة، وبنفس الوقت أيضا تمكنها من السيطرة في الكثير من مواقف الحياة والمشاركة الفعالة في العديد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. هناك ثلاثة عناصر تستطيع المرأة بشكل عام، يعني ليس فقط المرأة العراقية، من خلالها ممارسة اختياراتها الفردية في مجال السياسة. أهم هذه العناصر هي أولاً الموارد التي يقصد بها التوقعات والمخصصات الاجتماعية والبشرية، يعني تحديداً للمرأة التي لديها على سبيل المثال مشروع ما، لابد أن تتوفر لديها الموارد. الشيء الثاني هي الإدارة، أي قدرة المرأة على تحديد أهدافها الاستراتيجية التي تريد الوصول إليها. النقطة الأخرى أو العنصر الآخر، وهذا هو المهم، اللي هو الإنجازات، الذي يمثل مجموعة متنوعة من النتائج والتي تبدأ من تحقيق مستوى العيش الكريم، أي تحديداً للمرأة. هناك أيضاً عناصر تمكين المرأة. يعني ما هي عناصر تمكين المرأة؟ تحديداً حق المرأة في تحديد خياراتها، حق المرأة وقدرتها على السيطرة على حياتها داخل المنزل وخارجه، حق المرأة في الوصول إلى الموارد والاستفادة منها، حق المرأة في التأثير على توجهات النظام الاجتماعي والاقتصادي على المستويين الوطني والدولي. السؤال هنا أيضاً، ما هي مبادئ تمكين المرأة؟ وهذا السؤال مطروح أيضاً في كثير من المحافل. أولاً الاهتمام بتدريبها وتطويرها مهنياً، إنشاء قيادة مؤسساتية رفيعة المستوى تهدف إلى المساواة بين الجنسين، الاهتمام بالمبادرات المجتمعية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين. وهنا يأتي تمكين المرأة في مجالات متعددة، منها المجال الاقتصادي اللي هو قدرتها على السيطرة على موارد الأسرة، وأيضا تحديد دخلها وتوفير فرص اقتصادية للوصول إلى مواقع اقتصادية كبيرة. التمكين السياسي وهو الذي نتحدث عنه هو حقها في التصويت، إضافة إلى أن يزجها في النظام السياسي بعد امتلاكها المعرفة والخبرة السياسية. التمكين الاجتماعي والثقافي، أي مشاركة خارج الأسرة بشكل يسهم إلى حد كبير في محو الأمية، يعني أي أمية المرأة. التمكين القانوني وهو الذي لابد أن تتمتع به المرأة، ليس فقط سياسياً، اللي هو معرفة حقوقها القانونية والحصول على الدعم المجتمعي. عليه فالتمكين السياسي هنا يرتبط ارتباط وثيق بالتعليم، والذي يعد أهم مرتكزات القوة في تمكين المرأة وقابليتها والتأثير والشعور بالذات. فعدم المساواة في التعليم يمثل انتقاصاً لحقوقها وإمكانياتها، فمساهمتها في العمل يتوقف بالدرجة الأساس على مستوى تعليمها. وقد شهدت البلدان العربية ومنها العراق خلال العقود الأخيرة انخفاضاً بالتعليم وانتشار الأمية ما بين عام 1999 إلى عام 2008. ولعل المرأة العراقية، وهو محور حديثنا، هو خير مثال على ذلك. تعرفون سادتي، وربما لا يعرف الكثير يعني البعض منكم، انه ان المرأة
تحديداً في العراق عانت الكثير من الإقصاء والتهميش، وعلى الرغم يعني على الرغم من تأكيد الدستور العراقي لعام 2005 أنه تحديداً المبدأ الأول أو الفقرة الأولى من الدستور أنه العراقيون متساوون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو اللون والدين. خلال هذه الفترة أو هذه المدة انضم العراق أيضاً إلى 6 اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، والتمثيل في البرلمان العراقي ما زال ضعيفاً بالنسبة للأناث، تحديداً يعني ما يقارب 25%، أي نظام الكوتا. وربما البعض من حضراتكم يعرف أن الأنظمة البرلمانية أو النظام البرلماني الذي يعتمد في داخل البرلمان العراقي اللي هو نظام سان ليغو، أي ما يعادل أنه صوتين من الذكور ثم بعد ذلك صوت من المرأة، أي مشاركة المرأة في العراق. بلغ عددهم تحديداً خلال الدورة الأولى في عام 2006 إلى 73 من إجمالي عدد مجلس النواب البالغ عددهم 275. يعني لاحظوا مشاركة المرأة الضئيلة جداً من مجموع 275 هذا في 2006. انخفضت إلى عام 2010 أي بنسبة 25%، وهو الذي أكدت عليه وطرحت أنه هو نظام الكوتا بالنسبة لمشاركة المرأة. وعلى يعني على الرغم من وجود ما يقارب 191 من المنظمات التي تعنى بتمكين المرأة بنسبة 6% من إجمالي عددها، أي ما يقارب 3094 في عام 2018. لاحظوا هنا النسبة المتدنية بالنسبة لمشاركة المرأة رغم وجود هذه المنظمات التي يعني تحديدا لا تتناسب مع حجم المجتمع. يعود ذلك إلى العديد من الأسباب. طبعا هناك مؤشرات انعدام مشاركة المرأة العراقية في الحياة السياسية تعود إلى أسباب قبلية وعشائرية، وأيضاً مستوى التدني في تكريس التقسيم التقليدي لأدوار المرأة، وهذا يرتبط بالمعوقات لتمكينها ومنها المعوقات التشريعية، خاصة أنه هذه المعوقات هي لم تخدم المرأة، وهذه التشريعات بكل ما تضمنته من قوانين مثل الأحوال الشخصية التي تخص المرأة. العوامل الأخرى التي همشت المرأة العراقية والتي تحديداً مشاركتها سياسياً هو العوامل الاجتماعية، والتي هي نظرة المجتمع الضيقة إلى المرأة. العوامل الأخرى هو العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتوقف طبعاً على دور الحكومات في إزالة العقبات التي تتعرض لها المرأة في العراق، وخاصة طبعاً من تهميش وإقصاء. العوامل السياسية، وهنا النقطة المهمة التي تتمثل بغياب استراتيجية التمكين وضعف الوعي ومفهوم الحقيقي لدى المنظمات المعنية، وهذا يعود إلى الافتقار إلى التفاعل والتواصل وتبادل الخبرات مع الأطراف المختلفة. السبب الآخر أيضا إلى أنه عن تفعيل الاتفاقيات عن مع هيئة الأمم المتحدة، تحديدا الاتفاقية الخاصة بحقوق المرأة عام 1952 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المعقودة عام 1979. طبعا هذه موجز لعملية تمكين المرأة في العالم كان تحديدا في العراق، والمعوقات التشريعية التي مرت بها المرأة العراقية، وتحديدا بوضع نظام الكوتا وجعل المرأة العراقية صدى صوت وليس صوت كامل. توصياتي من خلال هذه المداخلة التي أتمنى يعني عدم الإطالة فيها هي أولا ضرورة تدريب المرأة مهنيا في مجال تخصصها، وتحديدا إذا كانت خريجة العلوم السياسية. التوصية الأخرى هي الاهتمام بالمبادرات المجتمعية التي تقدمها المرأة، والتوصية الأخرى الثالثة هي إنشاء قيادة مؤسساتية رفيعة المستوى تهدف إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وهذه مهمة جداً أن تكون هناك قيادة مؤسساتية.
النقطة الرابعة تشريع قوانين تخدم المرأة وتتيح لها المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار إلى جانب الرجل. التوصية الأخرى هي إقامة الندوات والمؤتمرات التي تختص بشؤون المرأة وإيجاد الحلول المناسبة. طبعاً أتمنى أنه قدمت شيء في هذه المداخلة التي تخص التمكين السياسي. أكرر شكري وامتناني للقائمين على هذه الندوة بدءاً من رئيس الجامعة جامعة سليمان وأيضاً عميد كلية العلوم السياسية والتقديم أكرر المتميز الدكتورة نسرين كامل وأيضاً لكل الأخوة والأخوات الذين استمعوا إلى هذه المداخلة وآسف على الإطالة. وأقول في نهاية كلامي هذا في ختام كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذة الدكتورة فاطمة سلومي من دولة العراق الشقيقة، لك منا كل التحية والتقدير على جمال كلماتك ولا على جمال خلقك. شكرا لك دكتورة فاطمة ونتمنى شكرا دكتورة. شكرا دكتورة. والآن مع كلمة دكتور أحمد سعد أحمد النحاس مدرس بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان من مصر ومشاركته بعنوان تمكين المرأة سياسيا ما بين المشكلات واستراتيجيات التمكين، فليتفضل دكتور أحمد سعد. دكتور أحمد سعد النحاس. الله أكبر. دكتور نسرين. أيوة دكتور. أو يبدو أنه مش موجود، فبعد إذن حضرتك دكتورة حنان عبيد بالتعقيب على الجلسة الثانية. الدكتورة حنان نعم أسمعك تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بالخير والبركة، وتقدم بالشكر والتقدير لرئيس جامعة سليمان الدولية الدكتور مصعب الجمل وللدكتور محمد الشنطي رئيس منصة إيفاد وللدكتور أشرف ماليزيا والدكتورة نسرين ولجميع القائمين على هذه الندوة العلمية وللدكتور جرجس. بداية أرحب بالباحثين الكرام والحضور كل باسمه ولقبه. معكم الأستاذ الدكتور حنان صبحي عبد الله عبيد رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة جامعة سليمان الدولية البريطانية والمدير التنفيذي لوحدة التعاون الدولي بمنصة إيفاد للباحثين والأكاديميين. أهلا وسهلا دكتورة أستاذ مساعد دكتور منال المقاسي، وعنوان مداخلتها المرأة والميتا تكنولوجي. تحدثت عن الواقع الافتراضي والواقع المعزز، و من خلال حديثها بيّنت أنه ممكن أنه في المخطط السكيدجول اليومي للشخص أنه ممكن أنه يحل مكانه الواقع المعزز، وهذا الواقع المعزز ممكن أنه يوفر عليه الوقت والجهد وبالمكان والمال أيضا من خلال المواصلات والسيارة وهذا الأمر. فالحقيقة ورقة بحثية رائعة، وفعلا يعني التوافق بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز هو يدعم المرأة ويسهل مهامها الأسرية والعملية والبحثية، من لأنه لكن هناك بعض الصعوبات اللي ممكن إنه يواجهوها بعض الأشخاص اللي ممكن ما الجميع بتكون عنده النت قوي،
امتلاك التكنولوجيا، النت احيانا ما بيقدر يسيطر عليه الشخص. وكمان شغلة تانية انه المستقبل احيانا اذا ما كان الامر فيس تو فيس صعب انه يحل المعزز الواقع المعزز مكان الواقع، الواقع الافتراضي مكان الواقع الاصلي. ف لكن اذا توفرت المميزات يعني الفكرة رائعة وفعلا توفر الوقت والجهد وتعطي زمان للمرأة إنه تشتغل أشغال أكثر وتعطي مجهود أكثر وتنتج وتبدع أكثر وحتى بتكون في بيتها مرتاحة أكثر. لكن مثل ما حكينا حكيت شغلة إنه فقط هو إنه أحيانا النت ما بيساعد الأفراد، وتاني شغلة إنه الفيس تو فيس بيكون عادة بيعطي نتائج أفضل. والورقة رائعة جدا ويعطيك ألف عافية دكتورتنا الغالية. الورقة الثانية بالنسبة للأستاذ المساعد الدكتور فاطمة حسين سلومي من العراق، أهلا وسهلا بحضرتك عزيزتي وجهدك مبارك، وكانت ورقتك بعنوان التمكين السياسي في المجتمع المرأة العراقية نموذجا. تحدثت عن التمكين وعن كيف أنه بيكسب المرأة الثقة بالنفس في المجالات المتعددة، ولكن إذا سمحتي دكتورتنا تسمحي لي بس أني ببعض ملاحظة صغيرة ذكرتي حبيبتي، كررتي دكتورة أكثر من مرة كلمة قدرة قدرة قدرة. فمصطلح القدرة، القدرة هو لله سبحانه وتعالى عز وجل، الله هو القادر. ولكن إحنا للمرأة للأفراد لعضو هيئة التدريس لأي كان نستخدم مصطلح المقدرة، المقدرة للأفراد والقدرة لله عز وجل. جهدك رائع لأنك تعرضتي للمعوقات اللي بتواجهها المرأة العراقية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. توصياتك كانت رائعة، إنه كلام 100% صحيح، إنه المرأة اللي بدها تخوض الانتخابات لازم السياسية والبرلمانية لازم تكون مدربة في مجال العلوم الإدارية والسياسية، وأيضا يكون عندها قدرة مقدرة قيادية مؤسساتية حتى تقدر تثبت جدارتها وتبدع في مجال هاي. لأنه إحنا بنحتاج المرأة تكون في البرلمان تمثل كافة الشرائح، ما تمثل جزء وتبدع في هذا المجال. ويعطيكم ألف عافية وجهد رائع، وفعلا مداخلات كانت رائعة جدا، وأشكر تواجدكم ويسعدني تواجدي بين كوكبي من العلماء والأفاضل مثل حضراتكم. دكتورة نسرين إذا سمحتي لي بنصف دقيقة. تفضلي. نعم، شكرا دكتورة على هذه يعني على هذا الطرح، وأتفق معك بكل ما طرحتي من مضامين مداخلتي. لكن فيما يخص القدرة يا دكتورة يا عزيزتي، أنا لا أقصد القدرة الإلهية، يعني جل وعلا له القدرة في كل شيء، لكن هنا قد يكون ضمن سياق التعامل اليومي المجتمعي لتمكن المرأة. لهذا يعني أخذني هذا السياق العام أو السياق الدارج كما يسمى في مجتمعنا العراقي، اللي هو قدرتها، يعني قدرتها أنه قادرة على أنه تصنع شيء، قادرة على أن تعمل، قادرة الأي، فهي مقدرة. نعم، مقدرتها يعني كمصطلح. أحسنتي. نعم. لكن أنا لا أقصد يعني الشيء الذي تقصد. نعم، لأن الخالق عز وجل. أحسنتي. فهو مصطلح شائع ضمن سياق تعامل الحياة اليومية للفرد. بوركتي دكتورة، وأعتذر للإطالة. حبيبتي تسلميني. هلا دكتورة، هلا، شرفت. أنت الشرف.
تفضلي دكتورة نسرين. دكتور جرجس. أيوة دكتورة. تفضل، أنا أنهيت مداخلاتي تقريبا. تمام. دكتورة نسرين. دكتورة نسرين. طيب. أنا أكمل. أكمل عن الدكتورة. في عند حضرتك بين ما تحضر الدكتورة نسرين. ما فيش مشكلة، احنا عندنا الدكتور أحمد سعد النحاس. نعم. موجودة معك يا دكتور. السلام عليكم. تفضلي دكتورة. دكتورة نسرين موجودة. ماشي تفضلي. السلام عليكم. دكتور أحمد سعد. تفضل. ماشي يا دكتور. أحمد سعد النحاس. دكتورة نسرين هتقدم. أيوة أفندم مع حضراتكم. أهلا بحضرتك مدرس بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان. ويتفضل بمشاركة بعنوان تمكين المرأة سياسيا ما بين المشكلات واستراتيجيات التمكين، فليتفضل دكتور أحمد سعد النحاس من مصر. حاضر يا فندم. أولا طبعا بشكركم جميعا على هذه المداخلة إن شاء الله، وأسف طبعا للتأخير. إن شاء الله هتكلم مع حضراتكم عن تمكين المرأة من حيث المشاركة سياسيا ومن حيث الاستراتيجيات اللي بتستخدمها المرأة. طبعا احنا عارفين ان المرأة نص المجتمع، وليكن كمان 80% من المجتمع، ومن غير المرأة مش هنعرف تمشي. ليه؟ لان هم طبعا ايه، هم سياسيا واجتماعيا. بالنسبه للمراه تمام، فرص العمل، فرص العمل الكثيره قدام المراه في التجاره في الصناعه. المراه تمام اصبح لها دور كبير جدا في المجتمع. تمام. طيب ايه، عايزين نعرف ايه الدوافع الاساسيه لمشاركه المراه السياسيه؟ ايه الدوافع اللي بتدفع المراه ان هي تشارك سياسيا؟ طبعا المشاركه اساس الحياه، يعني لازم الانسان يشارك في المجتمع وفي الوظائف عشان خاطر يقدر. انا مجرد مثلا مدرس في الكليه، طب المدرس في الكليه بروح المحاضره وهكذا خلاص؟ لا، يبقى كده ايه، مفيش مثلا ايه مش متمكن في شغله. ليه؟ مسؤول عن هدف معين. وده فعلا اللي المرأة بتعمله دلوقتي، ان هي مسكت دلوقتي رئيس جامعة، نائب رئيس جامعة، مع وزارة التعليم. برضه من الدوافع اللي هي بتدفع المرأة للمشاركة سياسيا ان هو ان يكون لها حافز معين ان هي بتشارك في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. من خلال ايه؟ من خلال ان هي بتكون مسؤولة عن حاجة معينة بتأديها، من خلال ان هي بتتفاعل مع المجتمع، من خلال السياسيا اجتماعيا زي عضو مجلس النواب. ولكن في اختلاف طبعا، ان الافراد بيختلفون فيما بينهم من حيث ايه، الميل السياسه. في ممكن ايه، داخل مجلس النواب دي واحده ست داخله مجلس النواب مثلا ظاهريا عشان بس في البلد يقولوا ايه ده انا عضو مجلس نواب، يبقى دي ايه عشان خاطر المكانه فقط. وفي داخل عشان خاطر يشارك في المجتمع سياسيا عشان تقول رايها، عشان تتفاعل مع المجتمع. برضو ان المشاركه السياسيه بتميز الشخص عن الآخر، فبعض الأفراد بيكتفي فقط بالمشاركة السياسية عن طريق التصويت، بينما يذهب البعض الآخر إلى الترشيح. يعني في المرأة، في نص المرأة بتروح تشارك. عن طريق التصويت، والنص الآخر بعد كده هنتكلم عن برضه من بعض المتطلبات اللازمه عشان المراه تتمكن من المشاركه السياسيه.
ايه هي المتطلبات دي؟ ان الحياة السياسية للمرأة في اي مجتمع جزء من كل وليست جانبا عن مستوى. ازاي يعني؟ المرأة مش مجرد هي سياسيا فقط، يعني مش كل حياة المرأة تبقى سياسيا، لا ده جزء معين، انما بقيت في اجزاء اخرى اللي هي ايه، حياتها في بيتها، حياتها مع اسرتها، حياتها مع اولادها، حياتها مثلا الترفيهيه، حياتها الاجتماعيه. بمعنى كده ان التمكين السياسي للمراه ليس كل المراه فقط اللي هي مثلا ايه حياتها كلها بتكرس سياسيا، لا لا ده هي ايه اجزاء. يعني الجزء السياسي في تمكين المراه ده هو مجرد جزء من حياه المراه. برضو من المتطلبات اللازمه لتمكين المراه في المشاركه السياسيه ان حق المراه في التعليم والعمل بالتحديد. ازاي يعني؟ انا مش هاجي عند اقف عند مكانه معينه او مستوى تعليم معين وبس، انا اقول كده خلاص بقيت متمكنه سياسيا وبقيت مراه كده ايه وليا صوت مسموع في المجتمع. لا، كملي كملي، خدي درجات عليا، مستويات اعلى، تعليم عالي، مؤهلات اعلى، مؤتمرات، ندوات، كل الكلام دي بيزيد من مشاركتك سياسيا. برضو ان دور المراه السياسي لا يتحقق بقرار فوقي، يعني مش هاخد قرار بقى خلاص كده بقيت متمكنه، لا ده القرار عشان اخده واصبح متمكنه سياسيا بيجي عن طريق ايه؟ عن طريق خطوات وعن طريق حلول وعن طريق مشكلات اتعرضت ليها والمجتمع اتعرض ليها واديت صوت ليها واديت حلول ليها، دي عن طريق المتطلبات اللازمه. يبقى انا كست عشان خاطر اقول اني متمكنه سياسيا لازم يتوفر فيها هذه المتطلبات، ان يكون عندي قدره ايه عن الحكم على حياتي ازاي، ان يكون السياسه دي يعني او الجزء السياسي والتمكين السياسي جزء من حياتي وليس حياتي كلها، ان يكون عندي مستوى تعليم معين، ان يكون عندي مشاركه مجتمعيه في المجتمع عشان خاطر ايه اعرف اتمكن سياسيا. ده بالنسبه لبعض المتطلبات اللي لازم تتوفر في المراه علشان خاطر اتمكن سياسيا. برضه في برضه متطلبات المشاركه دي ايه؟ اول حاجه يكون عندي دعم وتنميه الاحساس بالمسؤوليه. لازم المجتمع اللي انا عايشه فيه يحس ان ايه في دعم مني، انزل اشارك، اتكلم، اشارك في الندوات، اشارك في مثلا لو في عزا ولا يتم ولا حاجه اشارك فيه. لازم المجتمع يحس ان انا ايه في دعم مني وتنميه مني. بوظف الجهود الحكوميه والاهليه بفاعليه لمقابله احتياجات المجتمعيه، مش مجرد ابقى مثلا ماسك منصب في الدوله وحاطط مثلا كل الحلول في ايه في الدرج، حاطط الميزانيه كلها في الدرج، لا انا لازم انزل اشارك، لازم اوظف ان الحكومه بتديهولي ده للمجتمع عشان المجتمع يقول ايه ده متمكنه سياسيا وكويسه. برضو تنميه الميكانيزمات المناسبه لتحقيق المشاركه، احنا قلنا من شويه ان لازم يكون عندها تعليم عالي كويس، التعليم ده والرقي ده بيساعد المراه ان يكون عندها ميكانيزمات بتساعدها ان هي تتصرف في كل المواقف اللي بتتعرض ليها. برضو بتختلف اساليب المشاركه باختلاف اشكال المساهمه، يا ترى هشارك مثلا في المجتمع عن طريق مشروع معين، عن طريق وظيفه معينه، عن طريق مجلس النواب، عن طريق وظيفتي، عن طريق وزارتي، دي برضو بتختلف حسب المكانه اللي بكون فيها. دي بالنسبه للمتطلبات. لو اتكلمنا على استراتيجيات، في استراتيجيه المشاركه المستخدمه في تمكين المراه. زي ايه الاستراتيجيات دي؟ اول حاجه استراتيجيه العلاج بالتعلم. يعني ايه؟ يعني انا بستخدم استراتيجية مشاركة المواطنين من خلال تحسين المشاركين وتطوير أدائهم. إن أنا بستخدم استراتيجية العلاج بالتعلم، بعالج الشعب وبعالج المجتمع اللي أنا عايشة فيه من خلال التعلم. إزاي؟ زي مشروع محو الأمية، أنا كعضو مجلس نواب أو كان كوزير أو كان عضو هيئة التدريس، أنزل المنطقة اللي أنا فيها أشوف نسبة الأمية فيها قد إيه، أشارك واقول لهم تعالوا نتعلم مع بعض. يعني بعمل ايه؟ بشارك عن طريق العلاج بالتعلم، بعلم افراد المجتمع، بمحو الاميه، بعالج حسب المكان اللي انا فيه او حسب المستوى التعليم او حسب المستوى الوظيفي اللي انا فيه، دي عن طريقه بشاركه وبستخدم استراتيجيه العلاج بالتعلم. ده تاني استراتيجيه، استراتيجيه تغيير السلوك. كتير مننا عايش في مناطق، تمام انت شايف سلوك معين، طب هعمل ايه؟ انزل اغير في السلوك ده. في مجموعه من المجرمين في المنطقه، تمام اقعد معاهم واتكلم معاهم مره واثنين وثلاثه، نفع ما نفعش،
بلجأ لمستويات تانية، بلجأ لوزارات تانية عشان خاطر ايه تعدل السلوك ده. يبقى انا كعضو مجلس نواب او انا كست عشان خاطر اكون عندي تمكين سياسي وتمكين اجتماعي وتمكين اقتصادي، بنزل اغير في السلوك، السلوك الغلط، سلوك المنحرفين، سلوك الاجرام، سلوك التنمر، اي سلوك موجود في المجتمع غلط، انا عشان اتمكن ويكون عندي تمكين سياسي بنزل اشارك في تغيير السلوك ده. برضو ثالث استراتيجيه، استراتيجيه استكمال هيئه للعاملين، ودي بيكون داخل الكادر الوظيفي بتاعي. بعمل ايه؟ انا عندي موهبه معينه، عندي علم معين، عندي استفاده معينه، ليه ما اديهاش لغيري؟ مثلا عندي برنامج معين بعرف استخدمه، هقفل على نفسي كده؟ لا، انا مديرت الشغل وانا رئيستك في العمل، تعالوا هديكم ندوه، هديكم دوره، هديكم مش عارف ايه، عشان خاطر اعمل ايه؟ بستكمل هيئه للعاملين. بستكمل هيئه للعاملين ايه؟ بزود العاملين بتوعي، بزود كفاءتهم، بزود قدراتهم، بزود امكانياتهم، كل ده عن طريق استراتيجيه استكمال هيئه للعاملين. برضو استراتيجيه التعزيز، ودي اهم استراتيجيه لازم كلنا نستخدمها في شغلنا، مش مجرد مثلا الموظف اللي تحت ايدي عمل حاجه شكرا وخلاص. لا، مش شكرا وخلاص، لازم اعزز. اعزز مين؟ اعزز مكانته، اي ادعمه، يكون عنده تعزيز، يكون عنده ثقه بنفسه، يكون عنده ايه قدره على المصابره، يكون عنده قدره على المشاركه. كل الكلام ده بعزز من قدرات الموظف ده عشان خاطر ايه يدي اكتر ويطلع اكتر ويزيد من استفادته. برضو استراتيجيات دكتور احمد سعد، تحيه طيبه لكلماتك الراقيه جدا، وكنا نتمنى الحديث مع حضرتك يطول، لكن بنعتذر لضيق الوقت وفتح باب الاسئله والمناقشه. اطيب التمنيات القلبيه لحضرتك بالتوفيق، وتحياتنا لمشاركتك الهامه. اشكرك، تسلم. دكتوره نسرين، اذا سمحتي دكتوره نسرين. تفضلي دكتوره. عقب على مداخلة دكتور أحمد سعد إذا سمحتي. تفضلي دكتورة. نعم، دكتور أحمد سعد أحمد النحاس من مصر، أهلا وسهلا، حياك الله، تشرفنا بحضرتك. عنوان مداخلتك: تمكين المرأة سياسيا ما بين المشكلات واستراتيجيات التمكين. عرض رائع وجهد ما شاء الله عليك يعني، لكن أحب أعقب أنه بغض النظر عن الدوافع وعن الاستراتيجيات اللي حضرتك ذكرتها، المفروض أنه يتم اختيار المرأة في الجانب السياسي حسب الكفاءة وليس حسب أنه هي ما بتكون دوافعها. أيضا تفعيل الرقي في الحوار السياسي عند المرأة لما يتم اختيارها حسب الكفاءة بيكون حوار سياسي، ومما يدعم الثقة بالذات السياسية للمرأة. أيضا لازم من الضروري وضع خطة استراتيجية قابلة للتنفيذ وتوفر الميكانيزمات وعلى مستوى من المهارات والكفايات للمرأة اللي راح تدخل سياسيا وتكون حاصلة على درجة علمية مرموقة في مجال العلوم السياسية والإدارية، وأنه تكون لها دور فاعل وليس مجرد يعني هيكل من أجل المجتمع وإرضاء دوافعها. أيضا من الضروري وضع استراتيجية واضحة من المرأة المشاركة بالسياسة والبرلمان السياسي، إنها مثل ما حضرتك تفضلت ونقطة رائعة هاي، إنه تكون مع أفراد المجتمع يعني تتحسس مشكلاتهم وتحاول تقدم العلاج المناسب لهاي المشكلات. وأشكرك جدا دكتور أحمد، ويعطيك ألف عافية، وعرضك رائع. لك كل الشكر والتقدير دكتورة حنان عبيد. أهلا حبيبتي، ولك أيضا. والآن نفتح باب المناقشة وباب الحوار لمن أراد أن يطرح أسئلة، وأرى يرفع يده الدكتور عبد الكريم الوزداني من العراق، فليتفضل. تفضل دكتور عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيد رئيس جامعة سليمان البروف مصعب الجمل المحترم، السيد عميد كلية العلوم السياسية الأستاذ مشارك الدكتور هاني جرجس، السادة الحضور حياكم الله جميعا. باعتباري عميد لكلية الإعلام والاتصال في جامعة سليمان، أحيي هذه الجهود المباركة للجامعة وللزميل عميد الكلية، وأحيي الجميع. موضوع المرأة وتمكينها، يعني هذا موضوع أولا يجب أن نعود أن من خلق المرأة هو خالق الرجل، هو الله، وهذا يعني أن للمرأة كيانة ومكان بحيث يمكنها من العمل كما هي تربي وتقود ومدرسة في البيت من خلال الأبناء، فإنها تقود في الوطن الأكبر من خلال السياسة. ثانيا يجب أن تبدأ مناصرة المرأة من هذا المؤتمر، يعني نحن الآن 61 من الحضور، أسأل زملاء الرجال وهم من الأساتذة في أعماق قلوبكم وأفكاركم، هل أنتم تناصرون المرأة؟ إذا كان الجواب نعم فالوضع بخير، لأن الوضع بمعنى أن المجتمع يتقبل تصنيع المرأة، تمكينها من العمل السياسي. أما إذا كان لمجرد الحضور والمشاركة والمجاملة من نخبة علمية كبيرة فهذا يعني أن يصار إلى دراسات وبحوث لتمكين المرأة بشكل أكثر. أيضا أؤكد على أن تمكين المرأة لا يبدأ لمجرد انخراطها في العمل، المرأة يجب أن يركز على تهيئتها وتمكينها منذ التعليم، منذ مرحلة التعليم الابتدائي، من خلال تقوية الشخصية وتغذيتها بالمعلومات وتأهيلها من خلال المناهج والتدريس، وتبنى لها شخصية على مدار المراحل، الدراسة في الابتدائية والثانوية، عندها ستكون مؤهلة إذا كان الظرف السياسي والاجتماعي والثقافي والديني للبلد مؤهل بذلك. لا يمكن أن تكون المرأة للطوارئ في حالات الحروب تسد على الرجل، تبقى المرأة كالرجل، وأكثر أحياناً في ظل ظروف معينة تقدم المزيد من العطاء في كافة مجالات الحياة. وشكراً جزيلاً لك كل الشكر والتقدير دكتور عبد الكريم الوزاني، تحية طيبة لحضرتك الأخ الشقيق من الدولة العربية الشقيقة، لك كل الشكر والتقدير والاحترام، حياك الله. وتتفضل بالمداخلة الدكتورة مجيدة إمام. دكتور مجيدة، دكتورة مجيدة إمام، مجيدة مجيدة مديرة مركز الاجتماعي والثقافي بمعهد حيط القوم. تتفضل الدكتورة مجيدة بالمداخلة. خرجت دكتور فيصل، استأذن في مداخلة يا دكتورة نسرين. اتفضلي حضرتك في إجازة دكتورة. اوكي يا فندم. دكتورة هايدي معاكي، هايدي حسام الدين. اهلا بيكي دكتورة هايدي، اتفضلي في إجازة. اهلا يا فندم. الحقيقة انا كنت عايزة اعلق على جزئية رمزية وجود المرأة في المناصب السياسية، والحقيقة انا لاحظت ان يعني معظم الاوراق البحثية فعلا تعرضت ليها، يعني عند حضرتك الورقة البحثية بتاعت الدكتورة نداء
كانت بتأكد على ان وجود النساء في المناصب السياسيه والمناصب القياديه لازم يكون وجود عن وعي، واشارت لاهميه الابعاد الذاتيه في الوعي والابعاد الجماعيه. تمام، الحقيقه ان الجزئيه دي وهي مرتبطه بالاغتراب السياسي بيقابلها علشان نعالج هذا الاغتراب ما أشار إليه الدكتور عبد الكريم في المداخلة اللي فاتت، وهي المناصرة النسوية. الحقيقة لازم يكون في خطاب للمناصرة النسوية في المجتمع منذ البدايات، يعني في مراحل التعليم الأساسي زي ما أشار حضرتك. وكمان ما أشارت إليه الورقة البحثية الخاصة بالدكتور أحمد سعد في طرح استراتيجيات مختلفة للتمكين، وإنها برضو يعني غالباً ما بتكون مرتبطة بتفعيل المشاركة الحقيقية والفعالة، مش بس اعتماداً على وجود المرأة وفقاً لنظام الكوتا في بعض السياسات وفي بعض الحكومات اللي هي ما قدرتش فيها المرأة أنها تصل بنفسها لتقلد مناصب سياسية حقيقية وفقاً لدعم مجتمعي حقيقي. فأنا بشوف إنه إحنا ما زلنا بحاجة إلى البحث في هذه النقطة، إيه هو الحقيقة الرئيسية وراء التمكين الفعلي وليس التمكين الرمزي في إن أنا أحطها عن طريق نظام الكوتا في مناصب سياسية وقد تكون بعد ذلك هي غير فاعلة. فكنت بأكد على النقطة دي، يعني شكرا لحضراتكم جميعا. لك كل الشكر والتقدير دكتورة هايدي. أيها السادة، ما زال لدينا الكثير والكثير من الحديث والحوارات والمعلومات القيمة التي نتبادلها والآراء الكثيرة التي استفدنا منها. حقا كانت مناقشات رائعة وكانت مشاركات فعالة استفدنا منها بقدر الإمكان، وأتمنى أن يمتد الاستفادة ويمتد تواصلنا. ولكن بعد فاصل نذهب لفترة راحة ونعود لنلتقي بعد ساعة من الآن بالساعة 7 بتوقيت مصر. نلتقي، شكرا لكم جميعا، إلى أن نلتقي بعد ساعة. لكم منا أطيب التحية ولكم منا كل التقدير، وننتظركم بمشيئة الله بعد ساعة من الآن.